السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وملعب الأهلي على قناة النادي الأهلي. هنتكلم معاكم في أمور كثيرة جدا خاصة بالنادي الأهلي والمشوار القادم للنادي الأهلي في بطولة كأس مصر والاستعداد لبطولة أفريقيا بعد التعاقدات القوية اللي بيستعد بيها النادي الأهلي للموسم الجديد. أيضا هنتكلم على الاجتماع الخاص باتحاد كرة القدم اللي هيكون بكرة إن شاء الله وبعض القرارات المهمة اللي دايما هنتناقش فيها وناخد رأي نجومنا اللي هيكونوا موجودين في الجزء الثاني في ملعب الأهلي، كابتن فتحي نصير والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن أحمد بلال، وطبعا هنسمع تعليقاتهم وأرائهم الفنية اللي دايما بنستمتع بيها هنا في ملعب الأهلي. لكن طبعا في البداية وقبل أي شيء، قبل ما نروح حتى للأخبار، لازم نتكلم ونحتفل من هنا من قناة النادي الأهلي ب يعني مولد الكابتن حسن حمدي وعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي أحد أساطير النادي الأهلي القروية والإدارية. كابتن حسن حمدي واحد من أعظم الشخصيات اللي دخلت هذا النادي، سواء كان لعيب كرة قدم والمعروف بوزير الدفاع وحتى في المناصب الإدارية، كل المناصب الإدارية لكابتن حسن حمدي كان موجود فيها كان بيؤدي فيها على أعلى مستوى وكان مثال يحتذى به. وزي ما حضراتكم شايفين وعارفين هو واحد من أنجح الشخصيات الإدارية داخل النادي الأهلي، مدير كورة بقى حتى تطرق إلى مجلس الإدارة حتى وصل إلى رئيس النادي الأهلي علشان يحقق العديد والعديد من البطولات. كابتن حسن حمدي تاريخ ميلاد يعني لا يمكن حد أهلاوي ينساه أبدا، 2 أغسطس 1949. كابتن حسن حمدي تاريخه الطويل، تاريخه المشرف بيتكلم عليه في أي مكان، كلنا عارفين نفس السيستم اللي أي رئيس نادي بيكون موجود فيه. وكابتن حسن حمدي جه يعني النادي الأهلي استفاد من خبراته كتير جدا جدا، وهو أفاد النادي الأهلي في مواقف كتيرة جدا. وزي ما حضراتكم عارفين هو مدرسة في الإدارة، كلنا بنتعلم منه، كلنا بنتعلم من إخلاصه، كلنا بنتعلم من وفائه للنادي الأهلي، كلنا بنتعلم إزاي في الوقت المناسب يتكلم وإزاي في الوقت المناسب ما يتكلمش، وإزاي دايما يكون داعم ومؤيد للنادي الأهلي بشخصياته برموزه بلعبته. عرف يبني ويكون فريق كرة محترم نافس بيه النادي الأهلي على كل البطولات اللي حضراتكم شفتوها، جيل ذهبي، جيل أبو تريكة، بركات، محمد شوقي، عصام الحضري، كل النجوم دول كانوا موجودين مع الكابتن حسن حمدي كرئيس نادي. محدش أبدا يقدر يتكلم على إدارة ولا حد يتكلم على أساسيات الإدارة غير لما يجيب سيرة الكابتن حسن حمدي بكل خير وبكل حب. راجل كان بيتكلم، كان بيسمع، كان بياخد رأي كل الناس، لكن عمره أبدا تكبر على حد ولا عمره ضايق حد ولا عمره أخذ قرار من غير ما يكون واثق ومتأكد وفي إجماع على القرارات اللي بياخدها. مدرسة، لو فضلت أتكلم من هنا لحد بكرة أبدا أبدا مش هقدر أدي كابتن حسن حمدي حقه، لكن عيد ميلاده النهاردة لازم نحتفل ولازم نقول له كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن حسن وربنا يديك الصحة وطولة العمر. 2 أغسطس 1949. يعني دايما متعودين جوه النادي الاهلي ان احنا بنستلم او بنتسلم كل الاجيال بتسلم بعضيها من جيل الى جيل، علشان كده دايما الشعار اللي احنا ماشيين عليه في النادي الاهلي ان اجيال بتسلم بعض. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لاول الاخبار، وعايز يكون ليا تعليق بعد ما اقول لحضراتكم الخبر. الخبر هو قفشه ومتولي وايضا ديانج ينتظمان في ميران الاهلي للمره الاولى. قفشه متولي المره الاولى، لكن ديانج كان موجود قبل كده. النهارده كلنا تابعنا وشفنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر، حتى على الموقع الرسمي للنادي الاهلي والصفحه الرسميه على قناه النادي الاهلي وايضا النادي الاهلي، لقينا طبعا صور قفشه متولي بعد ما تعاقدوا رسميا مع النادي الاهلي بيكونوا موجودين في اول مران ليهم في النادي الاهلي. لكن عايز اقول لحضراتكم على يعني شويه نقاط نتفق عليها جوه النادي الاهلي، اللي عارفها طبعا بيكون عارفها واللي مش عارفها اديني هقول له ولازم يكون عارفها، علشان خاطر لما بنطلع هنا في قناه النادي الاهلي لازم نقول المعلومه صح 100%. انا طلعت في الاهلي الليله وقلت ان خبر تعاقد قفشه مع النادي الاهلي والصور المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحه. طيب دلوقتي النادي الاهلي تعاقد مع قفشه، لكن تعاقد معاه ازاي؟ اولا الصوره كانت صوره قديمه وده فعلا حقيقه ان الصوره كانت في الشتاء، وبالتالي زي ما حضراتكم شفتوا اللبس حتى اللي كانوا لابسين هو لبس شتوي، وبالتالي
صوره قديمه فعلا. لكن الحاجه الثانيه جوه النادي الاهلي متعودين عليها ان دايما النادي الاهلي لما بيجي يتعاقد، النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا جدا جدا، لازم يكون في اسرار ولازم يكون في شغل وطريقه شغل نشتغل بيها. النادي الاهلي سر نجاحه ان دايما بيكون قافل على نفسه، دايما بيكون في تنظيم في العمل. رئيس النادي، اعضاء مجلس الاداره، الجهاز الفني والاداري، وايضا مدير التعاقدات، بيتم تكليف كل واحد بمهمه لازم يعملها على اكمل وجه، لازم يعملها في سريه، لازم يعملها باتقان، ولازم يخلصها على النحو اللي مطلوب منه. طبعا النادي الاهلي بيشتري اي لاعب بيشتريه، النادي الاهلي بيشتري اي لاعب وبيتعاقد مع اي لاعب، بيضحي من اجل اي شيء علشان يتعاقد معاه. لكن المعلومات اللي كانت عندنا لحد ما تم الاعلان الرسمي ان لسه قفشه والنادي الاهلي لسه ما اتفقوش على اي شيء، وبالتالي كان لسه النادي الاهلي كان بيتفق. لما النادي الاهلي خلص كان قفشه موجود هنا معانا على الهواء مباشره امبارح مع الكابتن اسلام الشاطر علشان يتم الاعلان رسميا، غير على وجوده في النادي الاهلي وغير ان هو مضى في النادي الاهلي وغير ان هو كان متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن كان موجود على الهواء مباشره هنا في قناه النادي الاهلي. فدايما احنا بنعود حضراتكم على ان اي حاجه مش موجوده على قناه النادي الاهلي ولا على الموقع الرسمي ولا على صفحه القناه ولا على صفحه النادي يبقى ده خبر مش صحيح بالمره. علشان كده دايما تحروا الدقه في المعلومات، اتاكدوا من هنا، اتاكدوا من خلالنا، من خلال كل زملائنا اللي موجودين في قناه النادي الاهلي. والهدف دايما من كده ايه؟ الهدف دايما ان احنا نعمل استقرار للنادي الاهلي. دايما النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين مش بيخش صراعات، الاهلي مش بيخش علشان خاطر يجيب لعيب هو مش محتاجه، الاهلي يتعاقد فقط مع اللعيبه اللي محتاجها ومع اللعيبه اللي هو شايف ان هي تتناسب مع امكانيات وسلوكيات واخلاقيات النادي الاهلي. حطوا تحتيها 100,000 خط، ياما في لعيبه عندها امكانيات فنيه على اعلى مستوى، لكن السلوكيات والاخلاقيات هم اساس النادي الاهلي في الاختيارات واختيار اللعيبه. كلنا شفنا التضحيات اللي ممكن اي لاعب يعملها بالرغم من وجود عروض من انديه اخرى وعروض ماليه ضخمه. حسين الشحات اشترى النادي الاهلي، النادي الاهلي حطه فوق دماغه واشتراه، وحسين الشحات دلوقتي يسالوه وشوفوه. اكيد طبعا مفيش حد ما يحلمش يلبس التيشيرت الاحمر علشان ينال شرف ما بعده شرف، وهو اللعب بقميص النادي الاهلي. محمود متولي حضراتكم شفتوه وسمعتوه هنا في قناه النادي الاهلي ايضا مع كابتن اسلام الشاطر، وشفتم قد ايه ان هو مبسوط وسعيد ان هو ينضم لاكبر واعظم نادي في القاره الافريقيه كلها. ما حدش ابدا في الدنيا لو سالته او في مصر بشكل اخص وافريقيا بشكل عام، لو قلت له تتمنى ان انت تلعب فين في يوم من الايام، اكيد اجابه مع كامل الاحترام والتقدير انا مش ببالغ، لكن كلنا شفنا وتابعنا اي حد بيتسال السؤال ده بيقول انا نفسي العب في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين متولي موجود قدام دولاب البطولات، اخر بطوله حصل عليها محمود متولي كانت 2013 في منتخب الشباب لما حصل على بطوله الامم الافريقيه في الجزائر، وبالتالي نظرته الى درع الدوري، نظرته الى كاس افريقيا، اعتقد ان هو يعني متعطش الى البطولات ومتعطش الى الانجازات. متولي النهارده شارك في اول تدريباته مع النادي الاهلي، وانا اعتقد ومتوقع ان متولي هيكون اضافه قويه جدا في خط الدفاع، زي ما ديانج هيكون اضافه قويه جدا في خط الوسط، وايضا معاه قفشه وتمديد وتجديد اعاره رمضان صبحي. وبالتالي النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكون البطوله الافريقيه ان شاء الله القادمه، يعني النادي الاهلي يحسمها علشان يحصل على البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي. 41 بطولة دوري، أعتقد أن احنا يعني بسم الله ما شاء الله عندنا بطولات دوري كتيرة جدا. أيضا في أفريقيا عندنا بطولات أفريقية الأكبر والأعلى في أفريقيا في دوري الأبطال، لكن بقالنا كتير ما حققناش لقب بطولة أفريقيا، علشان كده الجمهور عطشان والجمهور عايز بطولة أفريقيا علشان نكون موجودين في كأس العالم للأندية، علشان نكون موجودين في السوبر الأفريقي اللي دايما بيقربنا من المنافس الأول لينا عالميا وهو نادي ريال مدريد. الخبر الثاني اللي موجود معانا، تدريبات تأهيلية لثنائي النادي الأهلي قبل الميران المسائي. سعد سمير ومحمد محمود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
يعني خاضوا تدريبات تأهلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق الميران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التيتش بالجزيرة، ويستكمل الثنائي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته زي ما حضراتكم شايفين أو عارفين، ومحمد محمود العودة من الرباط الصليبي. محمد محمود وسعد سمير الاثنين قربوا على أنهم يكونوا مع الفريق قبل بداية الموسم القادم. ديانج يشارك في المران الجماعي، اليو ديانج بعد الحلقه الجميله اللي عملها هنا معانا في قناه النادي الاهلي. وبالمناسبه عايز اقول برضو معلومه، انا كان سؤالي لديانج على اللغه العربيه، قلت له سعد سمير انا انصحك بيه ان هو هيعلمك لغه عربيه لمده شهر. قلت له اجاي بيتكلم عربي، وجيرالدو في الطريق ان هو يتكلم عربي، وقلت وليد ازارو، وقلت علي معلول بيتكلموا عربي. ففي بعض الاصدقاء كلموني قالوا لي طب ما علي معلول وازارو بيتكلموا عربي، فقلت لهم لا، قلت لهم المغربي او اللغه المغربيه العربيه، انا قصدي عربي مصري، لكن اللغه العربيه اللي ازارو بيتكلم بيها حضراتكم عارفين ان اخواتنا المغاربه لما بيتكلموا مغربي مش بنعرف نفهمهم، فاللغه بتكون مبهمه او 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 اللهجه المغربيه طبعا، فبتكون بالنسبه لنا صعبه جدا او مش فاهمين منها اي حاجه. نفس القصه علي معلول الاشقاء التوانسه اللهجه التونسيه صعب ان احنا نفهمها، لكن ايضا وليد ازارو وعلي معلول طبعا في تونس والمغرب بيتكلموا فرنساوي. فعشان كده حبيت اوضح للساده المشاهدين والساده الزملاء اللي قالوا لي تعليقا على الجمله دي تحديدا، انا بس قلت لهم ان وليد ازارو بيتكلم مصري زينا، يعني وليد ازارو لو جه اتكلم مع حضراتكم هتفهموه كويس جدا، وبيتكلم مصري كويس جدا، وحتى مش هتصدقوا ان ده لاعب بقاله يعني فتره في مصر صغيره وبيتكلم اللغه المصريه بطلاقه وبيعرف يتكلم كل المصطلحات. نفس القصه علي معلول حتى لما كان موجود معانا في لقاء من معسكره في اسبانيا اتكلم لغه مصريه كان فيها بعض اللهجه التونسيه، لكن يعني في الاخر احنا قدرنا نفهم. فدي بس كان سؤالي وتعليقي لحضراتكم على ديانج لما بقول له على اللغه العربيه. ويظل سعد سمير واحد من اهم اللعيبه اللي دايما لازم يركزوا مع اي لاعب افريقي او اي لاعب محترف بيكون داخل جدران النادي الاهلي. ديانج بيشارك اليوم لاعب خط الوسط في المران الجماعي واللي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش، واستعدادا لمواجهه فريق بطل جنوب السودان في ذهاب دور ال 64 من دوري ابطال افريقيا. اللاعب يشارك لاول مره في المران الجماعي بعد انتقاله رسميا من مولوديه الجزائر. ديانج طبعا الفتره الاخيره كان بيتدرب منفردا تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وانتظم اليوم في الميران الجماعي. احمد حمدي يشارك في ميران النادي الاهلي. شارك احمد حمدي لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في ميران الفريق الذي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش. واحمد حمدي بيشارك للمره الاولى بعد نهايه فتره اعارته مع فريق الجونه. أليخاندرو يجهز اللاعبين لمواجهتي فريق اطلع بره، هو اسمه كده اطلع بره، ده فريق اللي هيشارك ضد النادي الاهلي بطل جنوب السودان في مواجهتي دور ال 64 من دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه الاثنين هيكونوا في ملعب برج العرب، علشان طبعا ده الفريق السوداني اللي طلب كده ان المواجهتين المباراة الخاصة بالنادي الأهلي تكون أكيد على ملعب النادي الأهلي، والمباراة الخاصة بالفريق الجنوب السوداني تكون أيضا على ملعب برج العرب في القاهرة، علشان نظرا للإمكانيات والقدرات الخاصة بالفريق الجنوب السوداني. لكن أليخاندرو بدأ أنه طبعا يعني مخطط الأحمال تدريباته البدنية والاستعدادات الخاصة باللقاءات، علشان خاطر زي ما حضراتكم عارفين ان راجل راجعين من اجازة، وبالتالي عنده احمال خاصة بلقاءين مهمين جدا بعديهم، هيكون ايضا لقاءات في بطولة كأس مصر، بعديها عندنا السوبر المصري، وبعديها عندنا ايضا بداية الدوري المصري الممتاز. ركز أليخاندرو على الجانب البدني في ميران الفريق، وبده بالتنسيق مع مستر مارتن نصراتي المدير الفني بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين والوصول بها الى المعدل الطبيعي في اطار التحضير لضربة البداية في دوري ابطال افريقيا. نصراتي كان حريص على منح اللاعبين راحة بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهاية مسابقة الدوري العام بشكل رسمي، وذلك قبل بداية التحضير لمواجهات المرحلة المقبلة، بداية من لقاء دوري أبطال أفريقيا ضد بطل جنوب السودان في دور ال 64، وأيضا قبل مواجهات كأس مصر. ما
محمود وحيد ينتظم في المران الجماعي للنادي الاهلي. انتظم محمود وحيد الظهير الايسر للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في مران الجماعي بعد تعافيه بشكل نهائي من اجهاد العضله الضامه واللي تعرض ليه قبل معسكر الفريق بالاسكندريه واللي خاض خلاله الاهلي لقائه امام نادي الزمالك وامام نادي المقاولون العرب في ختام الدوري العام. واصبح محمود وحيد جاهز للمشاركه في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج التاهيلي اللي خضع ليه ومشاركته في التدريبات اللي اقيمت على ملعب مختار التتش اثناء وجود الفريق في الاسكندريه. المدير الفني لرجال اليد يجتمع مع جهازه المعاون. حارس السويدي المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي رجال على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد للموسم الجديد. مستنيين من فريق اليد الموسم اللي جاي يكون موسم مميز يقدروا يحصدوا فيه كل البطولات اللي هيشاركوا فيها إن شاء الله علشان يصالحوا كل جمهور النادي الأهلي من خلال الإخفاقات الفترات السابقة. طبعا ده شيء وارد في كل الرياضات إن يحصل لك توفيق يحصل لك إخفاقات، لكن زي ما احنا متعودين جوه النادي الأهلي لما بيحصل لأي منظومة من المنظومات الرياضية أو النظم الرياضية داخل النادي الأهلي إن احنا دايما نكون واقفين في ظهرهم وإن احنا دايما نشجعهم ويعني دايما نكون حريصين على إن احنا نثني عليهم لحد ما يرجعوا إن شاء الله مرة تانية لمكانهم الطبيعي. علشان كده كلنا واقفين ورا فريق كرة اليد الموسم القادم. الجهاز الفني وضع برنامج خاص للعيبة الدوليين وعلى رأسهم خماسي منتخب الشباب عبد الرحمن طه واحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبد الرحمن حميد وياسر محمد بعد عودتهم من المشاركه في كاس العالم باسبانيا والحصول على الميداليه البرونزيه. بالمناسبه ان شاء الله بكره هيكونوا موجودين معانا مع الكابتن خالد العوضي ونجوم مصر ونجوم منتخب اليد الحاصلين على المركز الثالث في كاس العالم في اسبانيا، هيكونوا موجودين مع الكابتن خالد العوضي في الاهلي ليله ان شاء الله. نتمناها تكون سهره ممتعه مع نجومنا اللي مشرفينا واللي حققوا مركز يليق بمصر يعني المربع الذهبي والبرونزية. نتمنى بقى من الاتحاد كرة اليد ونتمنى من المسؤولين في مصر عن كرة اليد ان هم يطوروا الفريق ده ويعرفوا يستثمروه بشكل محترم يقدر ينافس لمصر على بطولات العالم القادمة ان شاء الله. تدريبات مكثفة لرجال السلة. حرص الكابتن أشرف توفيق المدير الفني لكرة السلة رجال الفريق الأول بالنادي الأهلي على تكثيف جرعة التدريبات استعدادا للموسم الجديد. قرر الكابتن أشرف توفيق استمرار تدريبات الأحمال البدنية في الجيم ثم التدريبات الخططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. الجهاز الفني استقر على إقامة عدد من المباريات الودية خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. طيب عندي كده قصة وموضوع عايزين نتكلم فيه كويس جدا ونركز كويس في الكلام اللي أنا أقوله علشان خاطر الكلام ده خطير جدا والكلام ده يعني حضراتكم هتبدأوا تسمعوه وتشوفوه في وسائل الإعلام في الفترة القادمة. النهاردة كان في مؤتمر صحفي لنادي باوك اليوناني. نادي باوك اليوناني زي ما حضراتكم عارفين بيلعب لي لاعبنا عمرو ورده. وبالتالي كان في سؤال صريح على مستقبل اللاعب، هل نادي باوك هيتعامل ازاي الفتره القادمه مع عمرو ورده؟ طبعا ماريو برانكو المدير الرياضي لنادي باوك اليوناني هو اللي كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي. بنحاول نحضر لحضراتكم فيديو من المؤتمر الصحفي والكلام كله باللغة الإنجليزية وبالتالي الكلام هيكون واضح للجميع وواضح للكل على سؤال طبعا أحد زمايلنا الإعلاميين في اليونان بتروتس كوستس على مستقبل عمرو وردة مع باوك اليوناني. لكن الإجابة من ماريو برانكو كانت إجابة واضحة وصريحة ومحددة وقال إن هو هناك لاعبين لا يمتلكون الكفاءة للاستمرار مع الفريق. وقال ايضا برانكو قال يعني كلام في الصميم وكلام محدد وواضح للساده الاعلاميين والصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي. قال وضعنا قائمه للراحلين ونتحمل مسؤوليتنا لايجاد عروض رحيل تغطي ما استثمره النادي من اموال في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين. ونتعامل باحترافيه مع الموقف
وهناك مسؤولية أيضا على اللاعبين بأن يتعاملوا باحترافية. واختتم: هناك بعض اللاعبين وللأسف لم يتعاملوا باحترافية مع الموقف. تاني هقول لحضراتكم اللي حصل: عمرو وردة مش موجود مع فريق باوك اليوناني في معسكره استعدادا للموسم الجديد بعد ما تم إبلاغه بعدم استمراره ضمن صفوف فريق باوك. عمرو وردة تم إبلاغه رسميا ان هو مش هيكون موجود مع الفريق الاول لنادي باوك الفتره القادمه. طب عمرو ورده بيعمل ايه؟ عمرو ورده حاليا موجود مع الفريق الرديف لنادي باوك اليوناني، بيتمرن لوحده وبيستعد للموسم الجديد لوحده. طيب عمرو ورده مستقبله ايه؟ بالعربي كده او بالمصري بدل الكلام الكبير اللي انا بقوله لحضراتكم ده، عمرو ورده نادي باوك مش هيسيبه نهائيا ولا هيستغنى عنه غير لما يصل لنادي باوك عرض يتناسب مع الفلوس اللي نادي باوك اليوناني دفعها لهم او دفعها لعمرو ورده ودفعها علشان يشتريه من النادي اللي كان موجود فيه علشان يقدر بعد كده يشتري لعيبه تقدر تكون موجوده. الراجل بيقول ان احنا دفعنا فلوس في لعيبه واستثمرناها في اللعيبه اللي موجودين عندنا، فلازم نبيع اللعيبه علشان نجني ثمار اللي احنا استثمرناه فيها. وبالتالي قال ان في لعيبه لا تتحمل المسؤوليات ولا تتعامل باحترافيه. علشان كده هم هيتعاملوا باحترافيه في موضوع عمرو ورده، وبالتالي عمرو ورده مستقبله في اليونان مستقبل غامض بالمره، محدش عارف عمرو ورده الايام اللي جايه هيعمل ايه، هل هيكمل في نادي باوك ولا هيقدر يجيب عرض انه يمشي من نادي باوك، هل هنشوفه في الدوري المصري؟ هل في نادي ممكن يقدر يشتري عمرو ورده من نادي باوك؟ في بعض الكلام بتقول ان ممكن يكون في عرض لعمرو ورده في الدوري القبرصي. لكن يا ترى هل هيكون على سبيل الإعارة ولا على سبيل التعاقد؟ أعتقد أن باوك مش هيفرط في عمرو وردة من أقل من 2-3 مليون يورو على الأقل علشان يقدر يحصل المبلغ اللي دفعه والمرتبات الكبيرة اللي دفعها لعمرو وردة من خلال وجوده في اليونان. طيب ده بالنسبة لعمرو وردة. معانا كام خبر اخيرا قبل ما نروح نستقبل ضيوفنا اللي موجودين معانا. طبعا فان دي بيك يعترف برغبه ريال مدريد في ضمه، كلنا اكيد تابعنا النهارده في احتماليه للاعب فان دي بيك لاعب اياكس امستردام للتعاقد مع ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو، لكن لسه مش عارفين الصفقه يتم يعني انتهائها لصالح الريال ولا لا. في كلام ادنى على بول بوجبا لكن ما حدش عارف، هل بوجبا هل فان دي بيك ما حدش عارف، لكن الاثنين اكيد بول بوجبا الصفقه يعني حوالي هتقف ب 180 مليون يورو، اما فان دي بيك 65 مليون يورو، واكيد الريال محتاج لاعب في نص الملعب علشان خاطر يقدر ينافس بيه في ظل التذبذب الرهيب اللي بيمر بيه فريق ريال مدريد في وسط الملعب. مسؤولي نادي سيتي طبعا بيستنكروا كلام كلوب وبيقولوا لماذا يتحدث عنا. طبعا عمر برادا مدير العمليات في السيتي تصريحات بيقولها عن يورجن كلوب مدرب ليفربول اللي اشار فيها الى القوه الشرائيه الكبيره لنادي مانشستر سيتي. وقال برادا في تصريحات صحفيه يوم الجمعه ان احنا متفاجئين نوعا ما، ليفربول منافس رياضي كبير، لا اعلم لماذا يقولون هذا الكلام، لا اعلم لماذا ينظرون الى انديه اخرى، لسنا محبطين او غاضبين، فقط نجد الكلام مثيرا للفضول بالحديث عن انفاقنا في سوق الانتقالات. وقال ان احنا مش بنتكلم عنهم ولازم هم يركزوا في نفسهم قبل مباراه يوم الاحد هكون في كاس السوبر الانجليزي او درع الخيريه ما بين سيتي وليفربول الساعه 4 بتوقيت القاهره. برشلونه رسميا يبيع مالكوم الى نادي زينيت سان بطرسبرغ ويقر بفشل التجربه، مالكوم فشل في وجوده مع نادي برشلونه في اثبات ذاته، وبالتالي بينتقل بصفقه حوالي 40 مليون يورو علشان خاطر يعني نادي برشلونه يستفيد من المقابل المادي، وايضا زينيت يعزز فريقه للمشاركه في دوري الابطال الموسم القادم. على فكره مالكوم عنده 22 سنه فلاعب يعني عنده مستقبل كبير في كرة القدم. طبعا خبر اللي حضراتكم ده خبر اكيد ممكن يكون البعض منكم مش عارفه، لكن هو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا ان قرار رسمي من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم مباراة تشيلسي وليفربول في السوبر الاوروبي هيتم تم اسناده الى سيدة
حكم سيده ان شاء الله هي اللي هتقود السوبر الاوروبي علشان تكون اول سيده في تاريخ كره القدم الاوروبيه تقود مباراه نهائي او مباراه فاصله او مباراه حاسمه لمسابقات اوروبيه. هي طبعا فرنسيه ستيفاني فاربار اول حكمه تتولى قياده مباراه ذكور قويه وذلك حين تدير لقاء مهم بين تشيلسي وليفربول في كاس السوبر الاوروبي. قالت صحيفه الجارديان البريطانيه ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم عين الحكمه الفرنسيه فاربار لاداره المباراه واللي هتكون يوم 14 اغسطس في مدينه اسطنبول التركيه علشان تكون اول امراه تقود مباراه في مسابقه اوروبيه كبرى للرجال. طيب مدرب فرنسي يستعد لخلافة رونار في المنتخب المغربي بعد رحيل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي. دخل خليلوزيتش واحد كأفضل وأقوى المرشحين اللي يكونوا موجودين لتدريب منتخب المغرب وطبعا فرنسي بوسني الأصل عنده تاريخ مع منتخب الجزائر وعنده تاريخ في الدوري الفرنسي علشان كده دايما المغرب بيدور على مدير فني يكون عنده اللغة الفرنسية علشان يعرف يتواصل مع اللعيبة. بكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل الأخبار اللي موجودة معانا في ملعب الأهلي علشان نروح لفاصل وبعديها نرجع نستقبل نجومنا اللي موجودين معانا نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي الكابتن فتحي نصير والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن أحمد بلال. خليكم معانا علشان هنتكلم في قضايا وأخبار مهمة جدا بعد الفاصل. خليكم معانا في ملعب الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد في ملعب الاهلي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم عندنا قضايا مهمه نتكلم فيها بكره ان شاء الله يكون في اجتماع مهم للاتحاد المصري لكره القدم هيناقشوا بعض الامور اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي وهنناقشها مع نجومنا اللي مشرفنا ومنورنا ودايما بيمتعونا هنا في قناه النادي الاهلي الكابتن والنجم الكابتن فتحي نصير. برحب بيك كابتن. اه كابتن ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ منور يا كابتن. تمام الحمد لله. نجمنا اللي دايما بستمتع معاه في تحليل لقاءات النادي الاهلي وبستمتع معاه في ملعب الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بيك. كابتن عمر حبيبي يا كابتن. منور يا كابتن عمر. نورك يا حبيبي. طبعا لحد ما كابتن بلال بقى يجي ان شاء الله نرحب بيه لكن لما يوصل هو كابتن بلال في طريق ان شاء الله واكيد هيكون اضافه لينا في ملعب الاهلي. نبدا والبدايه كابتن فتحي يعني اتحاد كرة القدم المصري وبعض القرارات المهمة اللي هتكون موجودة بكرة في الاجتماع. طبعا هنتكلم يا كابتن شريف على المنتخب وهنتكلم على المدير الفني وهنتكلم على رأي حضرتك لكن تعالى نناقش الأول ويعني نقول للسادة المشاهدين على بعض القرارات اللي هتكون موجودة بكرة. أولها عدم وجود تقنية فار في الدوري المصري للموسم الجديد وهيتقال للأندية لو حد عايز فار ادفعوا وهتنتوا الفار. رأي حضرتك ايه؟ رأيي يعني هقول ايه؟ عايز اقول حاجة الأول بعد إذنك كابتن عمر شريف. أنا من هنا من قناة الأهلي من كل الشكر والتقدير كل الشكر والتقدير مننا كلنا من راضيين على مستوى جمهورية مصر العربية والمسؤولين عن الرياضة واللي بيمارسوا كرة القدم من القيادة السياسية لاهتمامها بمنظومة كرة القدم. ويمكن احنا كنا نشدنا في حلقات سابقة هنا والاستجابة السريعة سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء واجتماع مع وزير الشباب الحقيقة حاجة تبشر بخير وبتقول فعلا ان احنا عندنا هنا قائد بيشعر بنبض كل مصري من 100 مليون كل واحد في مجاله. في من خلال 100 سنة احنا ما شفناش مش مجاملة ولا حاجة لكن انا ما شفتش او ما سمعناش او ما قرناش ان الرئيس بيتابع كل مناحي الحياة في كل شيء سواء رياضة سواء صناعة سواء سياسة سواء مشاكل سواء اقتصاد سواء علاقات سواء حاجة غريبة. فربنا سبحانه وتعالى ادانا هذا الرجل اللي فعلا دعم لهذه البلد وهذه البلد
تستحق مننا كلنا ان احنا ندعو له بالتوفيق، لان هذه الاستجابه السريعه اللي بيبص لنا لكره القدم بيبص لنا يعني حاجه تفرح، انك تلاقي بيحس بيك يعني، انك واحد بيحس بنبض الشارع نفسه، يشعر بنبض الشارع والمزاج المصري كله ان هم موجودين. فكان بيدفع رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء يدفع وزير الشباب لهذا الكلام، دي حاجة بتحسسك وبتحسس السادة المشاهدين ان الرئيس مش بعيد عننا، جزء مننا وعايش مننا وعايش مع كل واحد فينا. انا حبيت بس اضيف دي، لان وانا حابين نشكرك على الكلمتين اللي انت يعني خدتهم في صياغة جميلة كده، ووفرت علينا حاجات كتير قوي ان احنا نتكلم بهذا الشكل او في هذا الموضوع الحقيقة. بس انا سعيد ان انا بسمعهم منك، لان هم لامسيني انا شخصيا او لامسيني الدنيا كلها. احنا بنشكرك يا استاذ الرئيس الحقيقة على انك انت بتحاول تلم الشعب كله في اللي بيحبه واللي بيحتاجه. فحضرتك بصراحه بشكرك كابتن فتحي على الصياغه الجميله دي، وده ابسط شيء ان احنا نقول طبعا كلمه حق حسينا بيها يعني. لا، وبعدين هو راجل بيلجا للعلم، العلم والخبره، ده ماشي في كل مجال في البلد، العلم والخبره في الزراعه في الصناعه ففي الرياضه، فدي حاجه تبشر بخير لمستقبل مصر العظيمه ان شاء الله باذن الله. نيجي للسؤال بقى بتاع الفار. او ده اول قرار هيكون مطروح بكره ان شاء الله في الاجتماع اللي هيكون في اتحاد الكوره لمناقشه يعني ده خلاص الأمور. ولا ده يعني مفيش فار ولا ده في مناقشه؟ بص يا كابتن، احنا مفيش كشف عن منشطات ولا ده احنا مناقشة. هنا يا كابتن هنقول لحضرات يعني لحضراتكم القرارات اللي هيتم طرحها بكره في الاجتماع. وارد ان اي حاجه تحصل، لكن بنسبه 90% هي دي القرارات اللي هتكون موجوده بكره في اجتماع الخاص باتحاد كره القدم. من ضمنها اول قرار واللي كلنا اتفاجئنا بيه ولا هنتفاجئ بيه، ان احنا تقريبا دولة غير مؤهلة ان احنا نكون عندنا تقنية الفار، وده اللي هيتم عرضه على الاندية، واللي عايز فار يدفع من جيبه ويجيب فار علشان يحكم له. نقول بقى دلوقتي احنا كنا موجودين في هذا المكان وفي هذا الاستوديو، وبلغنا اتحاد الكرة كل المنظومة السابق قبل ما ادي استقالته ان هناك فار كان في الدور الاول بناء على طلب النادي الاهلي، كان في يناير، ثم تاجل لبعد كاس امم افريقيا. القرار ده مش احنا اللي خدناه، القرار اللي خده مين؟ الاتحاد المصري لكره القدم. خده بناء على ايه؟ اي قرار بيتاخد بيكون له حيثيات، بيكون له هدف، وبيكون له تكلفه، وبيكون له انا بعمله ازاي، وهل الامكانيات اللي عندي تساعدني ولا لا قبل ما اخد القرار. خدوا قرار ان يكون في فار. هم مش موجودين دلوقتي هم. معلش بس. يعني اللي خدوا القرار ده ما بقوش موجودين. القرار لما يجي الناس بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ مين بقى اللي بيلغي القرار ده؟ اي قرار يا كابتن شريف يا كابتن عمر، اي قرار بيتاخد القرار له حيثيات، يعني بناخد القرار عشان كذا. انا باخد دي كده فيها الشاي عشان اشرب. انا هعمل الفار. فطبعا عملوا دراسه جدوى، هتكلفني كام المباراه واحده، هتكلف كام، هيحتاج لي كام واحد، كل الكلام ده هم درسوه وبناء عليه خدوا قرار. فطالما القرار اتاخد يبقى ان احنا بنقول مفيش فار، احنا بنلغي قرار مجلس اداره سابق، مش ان احنا بنلغي الفار. مين اللي بيلغيه؟ انا مش عارف. ما هو يعني مش شايف حد دلوقتي على الساحه اللجنه يقدر ياخد قرارات زي دي دلوقتي. ما هو اللجنه زي ما كابتن عمر بيقول ان بكره في لجنه بتقول الفار هيتلغي بناء على قرار اللجنه دي. طبعا بص، واللي عايز ماتشاته يبقى فيها فار هو يكلفه على حسابه. مفيش حاجه كل واحد على حسابه، ده اسمه دوري، ولابد ان كل الكلام ده ال 18 نادي بكل فرقه بتلعب 17 مباراه، وبتلعب 17 مباراه في الدور الثاني، كل الشروط تكون واحده، ما يحصلش اللي كان حاصل الموسم السابق. هو احنا معناه الشروط يا كابتن فتحي، انا اسالك في الحته دي. انا معليش شروط من الاتحاد الدولي مثلا على النظام الدولي اللي عندي انا هنا في مصر، ان انا لازم يكون عندي فار، لازم يكون عندي رابطه محترفين، لازم يكون عندي اشياء معينه لازم تطبق عليا انا في البطوله، ولا بيتركها الدوري الانجليزي كابتن مفروض ولا بيتركها للاتحاد نفسه يقرر لنفسه هو ما يحلو له. هو ما يجبرك الاتحاد الدولي انك تطبق قانون كره القدم
11 يلعبوا 11. مظبوط يا كابتن. بس الدوري الانجليزي يا كابتن ما فيهوش فار. لا من بقولك 11 يلعبوا 11. السنه دي هيبقى في فار؟ السنه دي في فار. السنه دي في الانجليزي بس فار مختلف عن كل الدوريات. اعتقد ان هيكون الفار في الدوري الانجليزي هيكون بسبب عدم اضاعه الوقت، ان الحكم اللي موجود في غرفه المراقبه هو اللي هيبلغ الحكم بالقرار مش العكس. يعني الحكم مش هيروح يجري على الشاشه علشان يشوف القرار ايه، علشان كل ده هم شايفين ان هم تحدد. يعني ضربه الجزاء اللي شافها في افريقيا دي المباراه بتاعت السنغال هيقول له لا ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، هو اللي هيعدل له وهو عامل ضربه جزاء. بص يا كابتن، اللي حصل مثلا الدوري الانجليزي دلوقتي حصل ضربه جزاء او حصل فاول او حصل كارت احمر او حصل اي لعبه تستدعي الى ان احنا نشوف فار، حكم الساحه دي رابطه الانديه في انجلترا بتقول عشان خاطر ما نضيعش وقت واحنا بنسعى ان الكرة اللي خدت تكون سريعه وفيها امتاع وفيها، الحكم اللي موجود في غرفه الفار هو اللي هيبلغ الحكم بالقرار. يعني لما يكون في شك في اللعبه هيوقف الحكم، هيتكلم مع الحكم اللي موجود في غرفه المراقبه. هم كابتن، بص انجلترا مختلفه عن كل العالم في كل شيء. في نقطه اتفضل يا كابتن، اصبح هناك حكمين في المباراه مش حكم واحد. تمام، لان الحكم الميقاتي الوحيد للمباراه. تمام. الحكم هو صاحب القرار الوحيد في الغاء او استمرار اللعب او ايقاف اللعب او الغاء المباراه او الغاء اللعبه او احتساب اي من الالعاب داخل. بس الدوري الانجليزي الموسم ده الوقت المستقطع او كله الضائع. كله بس يا كابتن شريف، يا كابتن هو النقاط الوحيد. ما هو الموسم ده يا كابتن كان في حكم تاني في الدوري الانجليزي كان بيطبق لما الكوره بتعدي الخط او مش بتعدي، بيجي للحكم في السماعه بيقول له الكوره عدت جون او مش جون. حصلت في ماتش ليفربول ومانشستر سيتي، حصلت في بعض الماتشات ان هي بتقول بره ولا جوه. طب ما احنا هنا كان عندنا برضو سمك لبن تمر هند. لا هنا كان احنا هنا كان في ماتشات يا كابتن شريف وكابتن ارون انتوا عارفين، كان في ماتشات بست حكام وكان في ماتشات باربع حكام وكان في يعني لا ما اربعه ثلاثه وحكم رابع او اثنين بيبقوا من الخارج، وكان في حكام مصريين وكان في حكام اجانب. كانت في كل ما تشتهي الانفس من الحكام موجوده، وده نظام غلط. النظام بقى بيقول لك تمشي على الكل جميع المباريات، اربع حكام يبقى اربع حكام. زي ما بنقول ايه، كنت فتحت نقطة كابتن شريف فيها بتقول الاتحاد الدولي يجبرك بإيه؟ يجبرك بس بقانون كرة القدم إن هما اللعيبة ما يزيدوش عن 11 ما يقلوش عن 7 في المباراة. يعني داخل ولا لابد أن يكون هناك حارس مرمى في الملعب للفريقين. غير كده اعمل زي ما أنت عايز، اعمل لوائح. يعني مثلا اعمل التغيير 4 مش هيقول لك لأ، اعمل التغيير 5 مش هيقول لك لأ. دي حاجات بتاعتك انت، دي لوائح داخليه. انا هعمل فار، دي حاجه نظام داخلي لمسابقتك. فانا بستغرب كيف ازاي الاتحاد المصري لكره القدم خد هذه القرارات. قرارات ونتذكر ان كانت هتطبق في يناير وقالوا هنطبقها بعد افريقيا، ثم يتم التفكير فيها تاني دلوقتي لالغائها، او يقول لك النادي اللي عايز. مفيش حاجه اسمها النادي اللي عايز. انا مش قاعد في الكافيه اللي عايز يشرب، انت معاك فلوس تشرب ولا ما معاكش تقعد تتفرج. لا يا جماعه، ده لازم المسابقه كل ماتشات تبقى واحده، المسابقه كل الشروط تبقى واحده، كله. لكن ما جيش بدايه الموسم بالشكل ده. يعني انا البدايه كده يعني مع احترامي. من هو صاحب القرار؟ انا مش فاهم يعني بقى. هو في من يقوم، مين هو في من يقوم بتسيير الاعمال؟ قول لنا مين. لحظه بس، لا احنا عارفين طبعا. قول لنا بقى، هو اللي جايب لنا القرارات دي. لا القرارات دي يا كابتن هي ايه؟ يعني القرارات كل الناس عارفاها، الصحفيين والاعلاميين، لكن حضرتك عارف ان ما في هناك من يقوم بتسيير الاعمال داخل اتحاد كره القدم، هو العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، الى ان يتم اجراء انتخابات جديده للاتحاد المصري لكره القدم. وبالتالي القرارات اكيد في مناقشه وفي زي ما كابتن فتحي قال في دراسه جدوى، وبالتالي هم شايفين ان امكانياتهم لا تتناسب مع انشاء فار للكره المصريه للدوري القادم. مين اللي عمل في اربع اشهر اكبر مسابقه افريقيه شفناها في حياتنا؟ خدوا على عاتقهم الانجاز ده كله. رايك يا كابتن شريف؟ رايك ايه؟ زي ما انا بقول لك، مصر عملت في اربع شهور اكبر مسابقه اتفرجنا عليها في حياتنا، اكنها كاس عالم بنتفرج عليه في مصر يعني. فانك تيجي تقول لي في فار ولا ما فيش فار، انت عايز تيجي تقول لي
استحداثات اي شيء عالمي يعني بتفرج عليه بره، ليه ما اتفرجش عليه جوه؟ يعني ليه ما اتفرجش انا واروح زي ما حصل في الدوري اللي فات يا كابتن فتحي؟ حكم راح يبص على اللعبه وهي بتتعاد في الكاميرا بتاعه الملعب وقال له لا 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 الكره دي كذا كذا كذا، وراجع راح اللي هو فين اللاين مان الرابع اللي حضرتك بتتكلم عنه، فاكر انت الماتش ده؟ وحصلت مشكله كبيره جدا. طب انت ليه بتدخل نفسك في مشاكل؟ ليه تقدر تيجي تقول انا ما عنديش حكام اجانب خالص، فاهمني؟ وترجع تيجي تقول بس الا الزمالك والاهلي. طب ازاي يعني؟ ما فيش خالص، يا في ما ينفعش تيجي تعدل لي كل شويه. يعني انت ليه ما بتبصش للشكل الاحترافي؟ فين الشكل الاحترافي بتاع الدوري بتاعك او الشكل فين القوانين الاحترافيه؟ اين زي ما انت بتصلح في الملاعب وبتصلح في كل حاجه، بتحط الكاميرات وبتحط ما يوازي العالم كله وبتشتغل يعني زي ما حضرتك اتفضلت قلت الرئيس عمل بنيه تحتيه للناس عشان الاول تبقى اللعبه موجوده وكل حاجه، وبيفكر علميا كويس قوي في الحكايه دي، ليه احنا كمان ما بنفكرش بنفس هذا المفهوم؟ ولا انا عايز وانا موجود دلوقتي اطلع اي قرارات عشان اطلع اي قرارات انا، وبعد كده يجي لي مجلس منتخب بقى ويحط القرارات بتاعته دي ونعيد تاني ونلغي تاني ونطلع تاني عشان تيجي تقول لي انت بس يا كابتن شريف انت من حقك انك تلغي ومن حقك تعمل، وهو تقدر تلعب 11 ضد 11 بس انت اي قوانين تاني تقدر تعملها، ماشي ما يناسبنا احنا عشان نعرف يبقى عندي متعه الفرجه حتى. سؤال يا كابتن شريف او اطمئنان الانديه كلها. سؤال معلش. للشفافيه والعداله يعني. كابتن شريف ليه يعني؟ كابتن شريف ليه يا كابتن الناس في مصر، طبعا كابتن فتحي هيشاركنا في السؤال ده وفي الاجابه، ليه دايما الناس بتحب تيجي ما تبنيش على اللي قبليه؟ يعني ليه دايما كل واحد بيجي يهدم اللي اتبنى ويبدا من اول وجديد؟ زي ما كابتن شريف قال ان هيجي مجلس منتخب هيكون فيه قرارات مش هياخد بيها، ممكن يلغيها وياخد هو قرارات جديده، وبالتالي نفضل في دوامه القرارات اللي هي مش بتنتهي واللي مش بتخلص واللي مش وليه بتتطور. حمل عميد ساره سويلم كل هذه المسؤوليه؟ طيب راي حضرتك هل ده بيحصل في مصر؟ ليه انا دلوقتي اي حاجه هتحصل احمل فيها العميد ساره سويلم؟ ليه يعني؟ اقول جاوبني ليه؟ ليه؟ لو علم مش هيتغير. لو غير علمي هيتغير. انت رجعت لسؤالي بقى، يعني الاتحاد الدولي يعني ايه علم؟ يعني اما بقول 1+1 هيساوي 2، 4+4 هيساوي 16، لو جم اللي بعدي 1+1 هيساوي كم؟ مش هيقدروا يقولوا يساوي 3 ولا 4. اذا لو اللوائح مبنيه على العلم اللي جاي مش هيغيرها. ده اللي انا سالتك فيه. ما نحنش على العلم. كابتن فتحي ده اللي انا سالتك فيه. ايوه. الاتحاد الدولي بيشرع كويس اللعبه نفسها بقوانين وحاجات، احنا ليه عندنا قوانين احنا لينا احنا خاصة؟ اللوائح الخاصة. الاتحاد الاسيوي بيشتغل بقوانين الاتحاد العربي لوائح. احنا ليه ما عندناش اللوائح دي اللي هو الدستور الثلاث ورقات؟ ايوه. اللي احنا بنمشي عليها لايف تايم عمرنا كله. لان اللوائح، بص يا كابتن شريف، اللوائح قبل كده يا كابتن عمر ودي اللي احنا كنا ننادي بيها، ودي القياده طلبت ان احنا نتغير بيها والزمت وزير الشباب انه يغير. لابد ان اللوائح العلم العلماء، مش العلماء يعني اللي بيخترعوا، الناحيه العلميه يكون لها دور، مش الفهلوه والصداقه هي اللي لها دور. يبقى لازم لوائح علميه تتحط بحيث اللوائح العلميه لن تتغير. الارقام لا يمكن بتتغير. لو بعد 100 سنه مش هتتغير الا ببني ادم نقول لك لا احنا عاوزين نطور. فرق بين التطوير والتغيير. انت كده لو انت عملت لوائح صح ونظم صح بداية بقى دلوقتي. ما تجيش دي فرصة ذهبية اللي احنا فيها دلوقتي، لان دلوقتي انت بتبدأ تحقيق يعني فرصة ذهبية. طبعا النهارده انا الجمهور يخش خلاص والمباراة تتلعب. طيب. اسمعني، ما انا عايز المباراة تتلعب والهيعمل شغب عارف مكانه فين خلاص. بالزبط. ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة لو هيعمل شغب ده خلاص. قانون اتحط، الشكل اتحط، ايوه الملعب هيتلعب، المباراة هتتلعب، الدنيا هتمشي غصب عن اي حد. طب ما نيجي نروح للقرار التاني. خلينا نمشي في الشكل ده اللي هو خلاص، ده الاتيتيود اللي هيخلي الرياضه في مصر ويخلينا نوصل زي ما احنا عايزين ونصفي ونطلع كاس عالم ونبقى عندنا فرق. من يعني احنا لازم الفرصه الذهبيه اللي عندنا، ما ينفعش احنا ناخد قرارات دلوقتي تعطل او تعمل شكل ناقص بالنسبه لنا احنا. ده احنا الحمد لله بقينا في حته ثانيه، والناس بتبص لنا تعمل عندنا سوبر اوروبي وماتشات وسي في نروح بيها نقدم كاس عالم.
يعني معلش يا عمر بس لا يعني حبيبي ولا يهمك. يعني الحته دي كويس قوي ان احنا دلوقتي اي حد فينا ينمي المنطقه دي صح. يعني مش انا بس، حضرتك والقنوات الثانيه والسوشيال ميديا والدنيا كلها نمسك في النجاح. احنا بنمسك في النجاح دلوقتي عشان احنا بقى ننام بعد كده واحنا عارفين. انا رايح الماتش يا عمر انا وانت وكابتن فتحي عارفين احنا هنقعد على الكرسي بتاعنا صح. وعارفين ما عنديش حد هيبقى فيه مشكله، عارفين احنا ضامنين متعه مباراه من حيث التحكيم، من حيث الجماهير، من حيث كل شيء، الحكام، من حيث كل شيء. خلاص دي بدايه، وبدايه ذهبيه، بدايه كبيره جدا. لو احنا بقى بنحب العشوائيات والشخبطه واللخبطه هنفضل فيها طول حياتنا. ومن الفرصه دي ومع سياده الرئيس ومع الناس المسؤوله والناس اللي باصه لك البصه دي هيقول لك لا خلاص مفيش فايده، هتزهقهم انت. طيب يعني انت كده هتزهقهم دلوقتي، فمش قاعدين نطلع قرارات تعطلنا احنا مصيريه بالنسبه احنا لينا كمصريين ومحبين للرياضه يعني. طيب ده القرار الثاني اعتقد ان هو ممكن الى حد ما يعجبنا علشان خاطر في في بعض الـ 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 احسن قرار الكرة بعد العيد ده احسن. طيب القرعه تبقى ان شاء الله بعد العيد، ده القرار الثاني. كل الانديه هتلعب على ملعبها وسط جمهورها، مفيش انديه هتلعب بره ملعبها، حتى النادي المصري هيلعب على ملعبه وسط جمهوره اذا تم اصلاح المدرج اللي كان مفروض هيتم تعديله وتصليحه قبل الامم الافريقيه، لكن المصري ماتشات الاهلي والزمالك مش هيكونوا موجودين على ملعب استاد بورسعيد. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي موجوده جوه القرار ان الجماهير هتعود الى المدرجات، وده على نظام تذكرتي اللي تم تطبيقه في كاس الامم الافريقيه. طبعا القرعه من الاخر مش هتكون فيها توجيه، مش هيكون فيها اي نوع من انواع اللعب، وممكن نلاقي ماتشات اهلي وزمالك مفتوحة. ماتشات اهلي وزمالك ممكن نلاقي الماتش الخامس السادس السابع الثامن، مفيش اي مشكله فيها. ممكن نلاقي اول ماتش الاهلي والاسماعيلي، ممكن اول ماتش الاهلي والزمالك. وبالتالي كان السنه اللي فاتت الاهلي يعني احنا بنتكلم، انا بتكلم ان كل الامور متاحه. فعايز اعرف تعليق حضراتكم على القرار الثاني الخاص بالقرعه والجماهير والملاعب. هو ده اولا جماهير صح 100%. وطبعا هم صح ليه؟ لان خلاص عندهم البنيه الاساسيه او النظام الصح لدخول الجمهور. يعني الامن دلوقتي ما فيش خطوره عليهم، لان كل واحد هيقعد على كل كرسي معروف بيته وعيلته واهله هو فين وساكن منين. يعني يحصل حاجه في المنطقه دي بيتصور من خلال التلفزيون هنعرف نجيبه، دي ما فيش مشكله. غير عناصر الامن اللي بتبقى موجوده داخل طبعا الحاجه الثانيه اللي هي بتاعت قرار دي قرار الجمهور خلاص اتعرف. الملاعب حاجة مشرفة يبقى كويس، ده الطبيعي. القرعة برضه ده الطبيعي، إذا ده الطبيعي كرة القدم. بس يا ريت يا ريت يا ريت نبدأ 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 في كل حاجة بالصح وبالعلم ونفكر شوية وبلاش. في كابتن شريف. لا اتفضل يا كابتن. لا ما خلاص أنا كده ولا حاجة، أنا ما أقدرش أزود على اللي أنت قلته. طب رأيك إيه طيب؟ أنا شايف إن رجوع الجمهور تاني للمدرجات ده بدايه تصالح الكره المصريه مع الشيء اللي دايما يا كابتن احنا كلنا بنلعب عشانه وبنتفرج على الكره عشانه، هو وجود جماهير في مباراه كره القدم، واللي دايما بتدي روح وحماس للعيبه، وان نظام تذكرتي اللي تم تطبيقه ده هيتم تطبيقه، شايف ان هو هينجح وشايف ان هو هيكون بدايه صحيحه لعوده الجماهير بتقويه السيرفر. بس شويه لان لما انا اخش قاعد اخد تذكرتي الاقيها يعني، يعني ما بقاش يقول لي بتاع مهنج بتاع زي الحاجات الصغيره اللي احنا قابلناها في البطوله اللي فاتت. قوه الضغط على مباراه الاهلي ومباراه الزمالك والاسماعيلي مثلا او المصري، هتلاقي في قوه ضغط في على السيرفر نفسه وانت بتخش عشان تسجل اسمك وتاخد التذكره بتاعتك والتيكت بتاعك. لازم يبقى مقويين الانتنه الناس يخش يدي اسمه يلاقي اسمه بيتقبل، ما يقولوش اصل السيرفر واقع، اصل في سيستم واقع عندنا. يعني كل ما تيجي تخش في اي حاجه يقول لك السيستم واقع، فالسيستم واقع دي ما نسمعهاش تاني يعني. زي ما كان نبتدي صح بقى يعني، ما نسمعش حصل كده في البطوله الافريقيه، ما نسمعش القصه دي تاني. كل واحد بيخش زي ما كان فاتح هيبقى عنده النو هاو ازاي ياخد الحاجه والهويه بتاعته موجوده بالزبط. على الشيء نفسه. فهي دي البدايه الصح اللي احنا بنتكلم فيها. حلو قوي. طيب ملاعب من غير جمهور دي باخد بقى، ما عنصر من عناصر لا لا ملاعب من غير جمهور، انا اروح العب الجونه في الجونه وعند البحر بس وحاسس ان انا بلعب على الشاطئ يعني، دي خلاص انتهت القصه دي. ما اقدرش ما اتفرجش على الجمهور واسمع الاه وانا بتفرج يا خلاص. انت بتكمل منظومه عناصر اللعبه. عناصر اللعبه احد عناصر اللعبه الجمهور، فكانت انت كان في ضلع ناقص من عناصر اللعبه اللي هو الجمهور. ده في حاله استفزازيه يا كابتن فتحي لما بتتفرج على ماتش اجنبي. بص يا كابتن الجمهور منظره عامل ازاي في المدرجات يا كابتن؟ جمهور الاهلي في المدرجات والصوت، يعني احنا صوت وصوره
علشان نعيش كل المشاهدين وحضراتكم في الجو العام. جمهور النادي الاهلي يا كابتن زمانك شايف المناظر والاحتفالات وبعدين ما تسال النادي عمر يقول لك انا رقيب على نفسي، جربونا احنا ركباء على نفسنا نتحدى، لو اديتونا الفرصه ولا اديتونا اي حاجه وما حدش حصل اي حاجه خارجه بالنسبه لنا ان احنا يطلع مننا اي واحد يعمل اي حاجه. فالنادي كمان بتتحدى نفسها وقت ما هي عايزه، النادي بتثبت لنفسها انها ممكن يبقى فيه نظام وفي كل شيء. انما عدينا في مرحله من سن من 2010 لغايه النهارده دي كل مصر عارفاها وكل الدنيا عارفين اللي احنا عدينا فيه. هتلاقي فيه شوائب لسه بتحصل، استغلال مواقع معينه، استغلال اماكن معينه، خلاص الدنيا ابتدت بتتلم بقى خلاص، وبقى ان الناس حاسه ان اللي هيخش خارج عنهم هيطردوه ويلفظوه بنفسه. ولا يا كابتن؟ لا لا يعني الحمد لله. ويعني وبعدين ايه، بص خير، احنا دلوقتي خدنا استاد القاهره وتم التعاقد رسمي ان مباريات النادي الاهلي هتقام في استاد القاهره، ودي حاجه مبشره للخير وحاجه تفرح ان احنا جميع مباريات، جميع مباريات النادي الاهلي سواء المحليه او الافريقيه هتقام في استاد القاهره. طيب دلوقتي ده احنا دور اللجان يا كابتن شريف، في بعض اللجان اللي هيتم مناقشتها بكره واسناد بعض الاشخاص للجان لجنه التحكيم، التفكير في اعطاء اللواء صفي الدين بسيوني يبقى رئيس لجنه التحكيم، ومعاه الكابتن سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وايمن دجيش ومحمد عبد القادر، دول يبقوا اعضاء معاه في لجنه التحكيم. بالنسبه لرئاسه الانديه بيتم تفكير في اسنادها للاستاذ محمود الشامي، لجنه الانديه للقسم الاول الاستاذ محمود الشاوي الاستاذ محمود الشامي، ولجنه الانديه القسم الثاني والثالث مع الاستاذ سمير موسى. ده بالنسبه للجنه الانديه. اما المسابقات يتم اسنادها للاستاذ عامر حسين، ودي لجنه الخاصه بالقسم الاول. لجنه القسم الثاني هتكون مع الكابتن خالد كامل، ولجنه مسابقات القسم الثالث تكون مع الكابتن شوقي عبد الشافي. بقى عايز اعرف راي حضراتكم اولا في لجنه التحكيم، وراي حضرتك في اسنادها للواء صفي الدين بسيوني مع الكباتن المحترمين الحكام اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا اللواء صفي كان احد اعضاء مجلس الاداره السابق ايام المرحوم الكابتن سمير زاهر، من الاعضاء المعينين، كان هو اللواء. طبعا اللواء طبعا فات اللواء. فده من يعني حاجه التزام وفيها ضبط وكده كلجنه. تمام. اللي انا وقفت عندها بتقول لي لجنه الدوري الممتاز او الفريق الاول. الفريق الاول. لجنة القسم، لجنة عامر حسين في القسم لا في لجنة، لجنة المسابقات، لجنة الأندية في لجنة أندية. بص هيبقى موجود فيها كده، بدأنا كده هنبدأ في الأستاذ محمود الشريف في اللفظ كده هنبدأ في الاتجاه العكسي. ليه بقى يا كابتن؟ إشارة حمراء هنا ليه؟ دي اسمها رابطة أندية وليس لجنة أندية. معنى إنك بتلغي الرابطة وتجيب لجنة وتقول لجنة الأندية، أنت عندك لجنة مسابقات. لجنة المسابقات لها دورها. المسابقات دي هتكون برئاسه الاستاذ عامر حسين. ما لازم يكون في لجنه مسابقات. تمام، انا بقول لحضرتك يعني بجاوب لجنه الانديه دي، ده يعني بالنسبه لنا ده هيعتبر يعني هقول اختراع. ليه؟ لان الانديه طالما عندي دوري محترفين لابد ان يكون رابطه دوري المحترفين، ولا يوجد لجنه تدير محترفين، دي لجنه هواه. معنى انها لجنه يبقى تحت جناح الاتحاد، يعني الاتحاد يرقصها. يعني لجنه مسابقات قراراتها مش ملزمه الا لما يعتمدها مجلس اداره الاتحاد. اما لجنه المسابقات، لجنه الفريق الاول او لجنه الدوري الممتاز هتبقى برضه تابعه جناح الاتحاد المصري لكره القدم، اما الرابطه فقراراتها ملزمه. فرق بين الاثنين قوي. فهل احنا عندنا دوري محترفين ولا ما عندناش دوري محترفين؟ سالتك فاول ما عاد. اذا كان عندنا دوري محترفين يبقى لابد ان يكون رابطه دوري المحترفين. دي لسه بقى الحاجات دي هتيجي بعدين. ما اذا كنا، ما انت هتعمل لجنه، ايه اللجنه؟ لجنه هواه لا تدير دوري محترفين، الهاوي لا يدير احتراف. كلنا عارفين ان الفتره اللي جايه دي عندنا ماتشين مزنوقين فيهم، فكل اللي بيحصل ده دلوقتي الشكل اللي سيدار فيه المرحله الجايه لمده 3 اشهر ولا حاجه. لازم يبقى في ناس، لازم يبقى في ناس دلوقتي بتدير سبيل المساء. حضرتك انا عمر اي حد سين من الناس، الفتره اللي هي 3 اشهر دي فتره انت عارفها
إدارية بحت، شكل بحت، يعني تشغيل الأماكن وتشغيل اللعبة نفسها لازم يبقى لها حد. النهاردة ما يجي حد يقول لك امضي الورقة دي، يمضي الورقة دي. ما أنا هقول إذا اللجنة ما هي دورها؟ لجنة تسيير أعمال. ما في مسؤول. أنا يعني دي فين مسؤول؟ دلوقتي لجنة المسابقات خلاص. المطلوب بقى أنا عندي 18 نادي، إذا كنا عايزين نشتغل صح. نشتغل احترافي. كويس. نشتغل علمي. عندي 18 نادي. كل نادي بيرشح لي واحد. يعني الاثنين ناديين ما يقولوش أنا عايز كابتن شريف. وثلاث أندية يقول عاوزين الكابتن عمر، لا إحنا مش في انتخابات. كل نادي رشح واحد من عنده. يعني النادي الأهلي رشح الكابتن عادل القاهي، مهندس عادل القاهي للرابطة. يبقى عندي 18 واحد، ما بس ما يكونوش من أعضاء مجلس إدارة الأندية. جم ال 18 واحد ممثلين ال 18 نادي. داخل ال 18 دول ينتخبوا من بينهم رئيس. من المندوبين دول. ده حقيقي. ثم ينتخبوا من بينهم نائب رئيس. ثم ينتخبوا من بينهم ثلاثة. ويضاف اثنين من اتحاد كرة القدم، هو اللي رشح لما يكونوا موجودين يمثلوا الاتحاد. دي اسمها اثنين ممكن يكونوا من اعضاء مجلس الاداره. طبعا هو الدوري الانجليزي كده، دي اسمها رابطه دوري المحترفين. دي اللي هي ممكن تحصل او ما تحصلش. لا هو المفروض نعمل كده. هي لازم تحصل. المفروض شريف. طب ايه اللي هتحصل؟ هي لازم تحصل. واخدين قرار بيها يعني هي مش هتحصل. عارف يا كابتن؟ لا عارف يا كابتن شريف، يا كابتن فتحي، لو هتحصل مش هيقولوا رئاسه اللجنه لفلان الفلاني، لا هم هيقولوا هيبقى في لجنة أندية محترفين وهيتم انتخاب الكلام اللي أنا الرئيس والنائب والأعضاء. ده لو عايزين يعملوا، لكن هم محددين اوريدي مين هيبقى رئيس اللجان الأولى، مين اللي مين اللي مسؤول عن ثانية وثالثة. لكن لكن مش لكن خلاص يعني هم هنشوف ايه اللي هيحصل. لكن عايز أكمل مع كابتن شريف إن هو أيضا هيتم تشديد على لائحة العقوبات على كل اللي موجود في اللعبة، لاعبين ومدربين نتمنى وجمهور وكل شيء. ده هتبقى حاجه كمان هتكون موجوده ثالثه او رابعه، ان هيكون في تصور كامل للدوري وهيتم عرضه على الانديه علشان الانديه تمضي عليه ويمشي من خلاله التصور ده طول الموسم. التصور يا حبيب قلبي يا محترم، التصور ان انا بقدمه الرابطه هي اللي بتعمله، رابطه الدوري المحترفين، لجنه المسابقات. حضرتك يا كابتن فتحي ناشد الرئيس استاذ لا 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 الوزير. خلاص بقى عشان كل مره بتناشدهم فعلا لا 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 المفروض انا الاتحاد ناشد يعني بناشد حتى سياده الوزير اشرف صبحي ان طبعا الكلام اللي كابتن فتحي بيتكلم فيه ان يكون في لجنه محترفين للانديه، رابطه انديه لدوري المحترفين سواء قسم اول او ثاني او ثالث، علشان يكونوا هم يعني خاصين وعندهم درايه كامله وعندهم علم كامل بكل صغيره وكبيره في الدوري الممتاز او الثاني او الثالث. مسؤولين عن البث، مسؤولين عن المباريات، حقوق كل الانديه. يا كابتن مش هجيب بقى يا كابتن، مش هجمع الانديه. مين دول اللي هيبقوا مسؤولين عن البث والحقوق؟ انا بتكلم على لجنه رابطه الانديه المحترفه. عملوا لجنه والرابطه دي دول مش جايين اصلا. احنا بنقول لك بنناشد الدوله، مش عايز نناشد الدوله علشان يكونوا موجودين يا كابتن شريف، وبنناشد في كل حاجه. بيكلمني بيقول لي بيسالني في العقوبات دلوقتي وكلام من عايزين كل حاجه صح، عايزين يشددوا العقوبات، يشددوا كل حاجه. ولما يجوا الناس اللي هم جايين دول في لجنه التسيير اللي هينتخب بعد كده في لجنه التسيير، وليه ما بداش من دلوقتي مع الدوله؟ ما هو لازم هيبدا من دلوقتي يطلع قرارات تسيير اعمال، لازم هيقول 1 2 3 4. لما يجي تاني بينمي القدرات وبينمي الخبرات اللي هي المفروض الناس اللي هتيجي تمسك الكوره بقى وتمسك تحت اشراف برضو ايه الدوله. خد بالك هي مش هتبقى حاجة. هي مش هتبقى يعني جايه برضو بنفس الشكل والاشكال اللي احنا متعودين عليها. لا الدوله هيبقى ليها يد في القصه دي. فانا عايز اقول لك على حاجه، احنا ابتدينا نمشي كويس، عايزين احنا بقى نعمل ايه؟ ندي الناس اللي احنا بنتكلم معاهم دلوقتي ان في امل ان كل شيء هيتصلح، كل شيء هيبقى موجود في البدايه دي، كل شيء هيبقى موجود. مش هم اللي جابوا الناس دي؟ الناس ما بتشتغلش من عندهم بس كده يعني. ايوه لا يعني احنا ما هو برضه اللي هيجوا مصريين. طيب ويجوا ال 18 ليه ما بداش رابطه دوري المحترفين دلوقتي؟ ويجوا في ايديهم ان هم يقدروا يعملوا رابطه. ايوه الناس الموجوده دلوقتي تقدر تاخد القرار. أيوة. بتاع دوري. لا اصبر عليهم شويه بس. اصبر
اصبر عليهم شويه. طب كويس، وبعدين يعملوا ايه؟ الحكام مثلا جاي، مين اللي هيدير الدوري الممتاز؟ انا مش هجيب حكام من بره. لجنه الحكام رشحي لي 40 حكم مع المساعد، ودول يتفرغوا تفرغ كامل، وهياخدوا مرتب شهري، وهيتمرنوا متفرغين حياتهم كره القدم. اذا كنتوا عايزين محترفين، يبقى انا بقول له انت كده هتحكم في الشهر 6 ماتشات 8 ماتشات زي ما بتحصل بره. هذا الكلام احنا عملناه. انتوا طرحتوا اسماء ليه؟ ليه انت مش هيحصل الكلام ده؟ ليه مش هيحصل؟ اكيد هيحصل الكلام ده. كابتن شريف، يعني بقول لك كنت عايزين تعملوا احتراف. احتراف هو بقول لك هيحصل الكلام ده، هيحصل من عينيا. لا لا لو دوري لو لازم يحصل يا كابتن فتحي. كابتن شريف، الشكل ده لازم يحصل في مصر خلاص. كابتن شريف، الراجل حط ايده من فوق على المواضيع كلها وبتوصل له كل حاجه. حلو، طيب ماشي، فخلاص بقى يبقى كله لازم يمشي صح. طب ما هنا مش ماشيين اهو. اهو ما هو بكره يا كابتن، هو كابتن فتحي عايز يكون في رابطه انديه محترف، مش لجنه ويكون فيها رئيس معروف بنفسه، يعني ما يكونش كابتن شريف عبد المنعم هو رئيس لجنه الانديه لدوري الممتاز الموسم القادم، لا، كابتن فتحي عايز يحصل رابطه ويكون فيها انتخابات ويكون بالقوانين اللي موجود فيها، واللي الدوري الانجليزي ماشي عليها والايطالي ماشي عليها والاسباني ماشي عليها، حتى السعوديه. كنت لسه اقول لحضرتك حتى في الخليج، السعوديه الامارات دي يا كابتن بتحمي كل الانديه، بتحمي حتى اعضاء اتحاد الكوره، وبتجيب لكل واحد حقه علشان يكونوا ماشيين في البث التلفزيوني، في التحكيم، في القوانين الخاصه بالدوري. بتضحك لك يا كابتن شريف؟ قول لي بس بتضحك لي بس. احنا عارفين كلنا ما هو دور. احنا كلنا عارفين يا كابتن فتحي ايه الحكايه، مش هتعدي كده بسرعه يعني، لا هتاخد وقت بس شويه، واحده وبالتدريج، واحده واحده، واقول لك انا عندهم الخبرات هيباصوا الحكايه دي للناس. مش كل واحد هيجي بفكره الهلامي اللي هو هيعدل الدنيا كلها وما اعرفش، لا، انما في وزير شباب ورياضه عنده بروسيجر هيمشي عليها، عنده خطوات ماشي بيها في النهضه بكل شيء في اللعبه، في الرياضه عموما، مش كره القدم بس على ما اعتقد. صح، يعني في كل حاجه الحقيقه. فهو دلوقتي في تعليمات ان الدنيا لازم تمشي كلها مظبوط بقى، لان احنا عندنا استعدادات ان احنا نعمل حاجات كتير قوي، فنعمل حاجات كتير قوي. انا مش متخيل ان في هيحصل اي حاجه هتبقى كده او كده يعني، ولو حد عمل كده او كده يا كابتن شريف اوريدي كده او كده، دي موجوده في حته ثانيه دلوقتي، كله هيبقى كده ان شاء الله. طب انا بالشيء يذكر، قول لي يا كابتن، قبل الدوري ما ينتهي النادي الاهلي قال يا جماعه لمصلحه مصر، لمصلحه انديه مصر مش للنادي الاهلي، ان ينتهي الدوري قبل بطوله افريقيا. حصل الكلام ده كله، محدش سمعه، ومشيوا بالطريقه اللي عاوزينها ونهوا الدوري بعد بطولة افريقيا. النتيجة واحدة، الاهلي هنا خد الدوري، وكان قبلها ان شاء الله كان هياخد الدوري، بس الناس فكرت غلط. فلما الناس بتفكر غلط، لان مش بتفكر بمنظور علمي، فقالوا يا ريتنا كنا خلصنا الدوري قبل بطولة افريقيا. فاحنا عشان كده انا بقول دلوقتي انا هذا الكلام، انا بقول مش موافق، وليه؟ والحل ايه؟ انا مش برمي في البحر واقول لك خلاص سيبه، لا، ده احنا بنقول الحل في ايدينا. نجمع ال 18 نادي، رشحوا لنا 18 واحد، اعملوا لنا كذا، ابدا خلاص اشتغل. دور الاتحاد ايه؟ دور الاتحاد يعمل كاس مصر، دور الاتحاد ايه؟ المنتخبات، دور الاتحاد ايه؟ المراحل السنيه. اما الدوريات طالما فيها احتراف، الاتحاد بيخلع ايده منها خالص، والرابطه هي المسؤوله، ان الرابطه هتاخد فلوس. من المحترف يديره محترف، عمر ما كان المحترف يديره هاوي. ما هو الاحتراف ده لو جه كل حاجه هتيجي معاه. ما هو الاحتراف عندنا يعني الفار ده هيجي برضه، اللعيبه وكل حاجه هتيجي مع الاحتراف. الاحتراف كله هيكتمل بقى. مين اللي عامل؟ احنا عندنا بس اللاعب هو المحترف بس. والله دي كمان فيها كلام. السؤال لكابتن شريف عبد المنعم، هل العلاقات بين الانديه تسمح ان احنا نطبق الكلام اللي كابتن فتحي نصير قاله؟ اعتقد في المرحله دي حصل تقارب من وجهات النظر كبيره جدا، واعتقد ان على الساحه حاليا اللي مش هينفذ الدوله عايزه ايه والمسار المظبوط ده هيبقى بره القصه خالص، مهما كان هو مين يعني. مش صح؟ طيب صح، نروح لفصل نريح فيه شويه. بس ده الكلام ده مش رايي ولا وجهه نظري،
ده ما يجب ان يقول وما بيطبق في العالم وهذا هو العلم. ده ابسط شيء اللي حضرتك قلته ده العلم. طيب فانا العلم ما فيهوش وجهات نظر، اما الكلام المرسل ففي وجهات نظر، كلام المطلق وجهات نظر، يبقى وجهه نظري غير وجهه نظرك غير وجهه نظر. اما الكلام العلمي محدش بيتناقش في العلم، فالعلم بيقول ايه اللي بيطبقوه في الدول الخارجيه، ايه اللي بيطبقوه دوري المحترفين. وانا جبت لهم او احنا نقدر نقول الدوري في الدول الافريقيه، الدوري في الدول الاسيويه، الدوري المحترفين في الدول الاوروبيه، في امريكا اللاتينيه، ما هو ما يجب ان يكون. وانا عايز اقول لك على حاجه، كل اللي احنا فيه ده بطريقه 4 2 3 1 اللي انتم بتلعبوها في مصر دي، اللي كل المدربين بيلعبوا بيها. فانا لما جيت قلت ايهاب جلال ده واحد، انا هقول لكم على واحد يمكن يمسك. لا ما تحرقش، مش هحرق، ما تحرقش حاجه عشان عايزين نتكلم على المنتخب وعايزين نتكلم على المدرب. لا انا بديك بنسميها الكيو اللي انت هترجع عليه. ايوه انا عايز ارجع على، انا جيت اتكلم قلت اقول لكم على واحد اسمه ايهاب جلال، ما حدش جاب سيرته خالص. هو ده الوحيد اللي لعب في مصر 3 4 3، ما فيش عمل تغذيه بعد عن قصه 4 2 3 1. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بعد الفاصل. طيب تعالوا نريح شوية، يعني بصراحة الحوار ممتع جدا وحوار سخن جدا مع قيمة علمية وكبيرة جدا فنية الكابتن فتحي نصير، وقيمة يعني فنية لكن في الملعب، وآراء جريئة جدا الكابتن شريف عبد المنعم. هنريحهم شوية بعد النقاش الساخن والممتع ده ونروح لفاصل علشان نرجع بعدها نتكلم في المدير الفني لمنتخب مصر القادم، يا ترى من هو؟ خليكم معنا في ملعب الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد في ملعب الاهلي، بينضم لينا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر الكابتن احمد بلال. كابتن احمد برحب بيك. ازيك يا عمر؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخطت لك يا كابتن زحمه بقى وبتاع حركات كابتن فتحي، اتكلمنا صح كابتن فتحي؟ انا قلت هو في مشكله في الطريق وانا جاي برضه سجد بدري، هو اتزنق فيها حته الترافيك كده في اصلاحات، فزحمه من ناحيه زحمه ايه يا كابتن فتحي؟ ده ساكن قدام الاستوديو ده. ما انا مش جاي من مش جاي من فين يا كابتن فتحي؟ مش جاي من بيتك يا كابتن شريف كده. ايوه كده يا كابتن شريف، مش جاي من بيتك يا كابتن. ده بينط السور بيبقى هنا. ايوه كده يا كابتن شريف، هو جاي من بيته. هو جاي من بيته، كان في الخارج، كان في التجمع، لان جاي كان في زياره للمكان بتاع النادي الاهلي في التجمع، وكان رايح هناك مع بعض الاصدقاء بيشوفهم، جم وهم في الطريق. التحويله اللي هي معموله جديده دي صح كابتن، هي اللي معطلاه. طيب ووصل بالسلامه الحمد لله. كابتن احمد بلال كده اخدك كده على السخن على طول، واسالك سؤال وهو ده موضوع الحلقه دلوقتي بعد ما رجعنا من الفصل، من هو مدير فني منتخب مصر القادم، وما هي المقومات الذي يحتاجها المدير الفني علشان يقدر يقود منتخب مصر الى بار الامان خلال الفتره القادمه؟ لا، من هو المدير؟ يعني ناخد ترشح الاول، ترشح مين؟ ناخد الجزء الاول قبل الجزء الثاني. يعني نجاوب على الجزء، ترشح مين ليه؟ اصل من هو ده هم اللي هيحطوا مشعل. لا كابتن احمد، كابتن احمد بلال بيرشح مين لمنتخب مصر وليه رشح الاسم ده؟ انت دخلنا كده في السياسه. معلش ماشي، دخلنا في السياسه. لا معلش معلش انا بس بفهمه. لا انت راجل قيمه وقامه كبيره في الكره المصريه، فلازم تقول رايك. انا هقول لك على حاجه، يعني دايما انت بتحكمك في مصر بس حاجه مهمه جدا، هي الماتيريال اللي موجوده معاك، هي اللعيبه، هي دي الاساس في كل حاجه. تمام، ومن ثم انت بتختار مدير فني عنده شخصيه، تمام، شخصيه قويه، عنده امكانيات فنيه، يكون متطور في اسلوبه، الاسلوب التدريبي بتاعه متطور، ممكن يبقى في واحد يعني سنه كبير بس متطور في الاداء. تمام تمام. سير اليكس فيرجسون كان عنده يعني بعده، كان عنده يعني كبير في السن ولكن متطور دايما على طول. عنده فكر متطور. انت النهارده بتنقي، يعني هتحصر نفسك على المدير الفني المصري ولا انت هتشتغل مصري او اجنبي؟ احنا هي دي رقم واحد، بس السؤال رقم واحد، انت هتشتغل كواحد من مصر، هتختار واحد من الموجودين؟ رئيس قال مصر مش فارقه كتير، كده بقول لك ما فيش اجنبي. هتشتغل على المصري، يبقى انت النهارده مصر. انا يعني عندك او الترشيحات اللي موجوده على الساحه 1 2 3 4. كابتن احمد بلال حضرتك ترشح انا انت عايز اسما يعني اسما، وتقول لي ليه برشحه؟ هو ده اللي المفروض يحصل. حضرتك بترشح ما تحرجناش على فلان الفلاني. طيب ادينا لا انت قلت حاجتين حلوين قوي. قلت يملك شخصيه وعنده امكانيات ولا وما يملكه من ادوات اللي هي اللعيبه اللي موجوده،
والناس القاده اللي فوق قال الحكايه مش فارقه كتير بقى اذا كان اجنبي او مصري. بس الرئيس قال مصر خلاص كابتن شريف في الحاله دي ان شاء الله يبقى وطني يعني ان شاء الله. فهو احنا عايزين نعرف رايك لان انا هقول رايي وكابتن فتحي كابتن مصلحه مصر فوق اي شيء وفوق اي بقى اسماء وفوق اي مصالح. حضرتك شايف يا كابتن بلال حضرتك واحد قيمه كبيره في مصر كلاعب نجم نادي الاهلي نجم منتخب مصر وشرفت مصر ولعبت قميص بتيشيرت منتخب مصر. فحضرتك شايف من وجهه نظرك مين المدير الفني الاصلح الاقدر لقياده منتخب مصر الفتره القادمه لوجود الصفات اللي حضرتك قلت عليها؟ شوف الشخصيه قويه راجل متطور راجل عنده علم. شوف في على الساحه يمكن 3 4 مدربين كويسين تمام. انت بتقول المدرب كويس بالانجازات بتاعته صح. هو ده التقييم بتاعك انت صح. مش هجيب مدير فني عنده امكانيات وما حققش انجازات ما هي برضه هتبقى المقاييس صعبه بالنسبه صح لك صح يا كابتن. عندك حسام الكابتن حسام بدري عندك كابتن حسام حسن عندك كابتن ربيع ياسين عندك كابتن مش عشان ابوك يعني ولا حاجه عندك كابتن إيهاب جلال يمكن دول 4 مدربين ليهم تجارب مع المنتخبات تمام ومع الانديه وحققوا نتائج ايجابيه كابتن حسام بدري ربيع ياسين اخر واحد خد بطوله لمصر يعني البطوله الافريقيه المدرب الوحيد في الفتره اللي فاتت دي كلها هو اللي خد بطوله لمصر اشتغل منتخب يا كابتن اشتغل يعني لا وراح كاس عالم منتخبات كاس عالم ناشئين يعني في بعض المنتخبات غير الانديه في بعض الاوقات بيبقى شغل المنتخب مختلف شويتين ثلاثه عن شغل النادي. النادي انت مع اللعيب طول الوقت هو حاطه تحت عينك انت التغذيه بتاعته تحت عينيك التدريبات بتاعته دايما انت بتشتغل عليه بتعلي اللياقه البدنيه بتشتغل عليه فني لكن انت المنتخب بتحتاج واحد جاهز لفتره صغيره جدا فالاختيارات صعبه بالنسبه لك تمام. اداء المدير الفني مع المنتخبات يختلف عن الانديه. النادي انت بتشتغل مع كل الكاتيجوريز الموجوده من الفرق بتشتغل مع ليفل سي ممكن ليفل بي اي زي ايكوال معاك بالظبط لكن الانديه قليل لما تشتغل مع يعني كلاس بي او سي شويه عشان توصل يعني بتكلم عشان توصل للبطوله عشان تشتغل على البطوله بتشتغل مع منتخبات يعني اسامي كبيره ممكن تكون اكبر منك او افضل منك او الامكانيات اعلى منك بكتير جدا فالتحضير هنا الذهني بيبقى مهم جدا جدا جدا. الاختيارات نفسها هختار مين يلعب مع مين هختار مين النهارده يلعب معايا قدام الجزائر هختار مين يلعب معايا النهارده قدام نيجيريا الموضوع مختلف مش زي الانديه انت بتثبت 11 لعيب بتلعب بيهم او 13 14 لعيب بتلعب بيهم طول الموسم باستثناء لو واحد اتصاب او اثنين او بعد واحد عنده اتوقف فانت بتبتدي تبدل في نطاق صغير لكن منتخب مصر امور مختلفه شويه انت ممكن تغير طريقه اللعب وتغير فكرك من مباراه لمباراه تانية خالص النهارده بتلعب مثلا سيراليون بتلعب بشكل مختلف تماما هتلعب نيجيريا بتلعب بشكل مختلف تلعب الجزائر غيرت من طريقه لعبك وغيرت من اهدافك كمان في الملعب وغيرت من اسلوبك فالنهارده عايز مدير فني متطور عنده فليكسبيليتي يعني يعني عنده مرونه ما يشتغلش بنمط واحد يعني احنا النهارده كان اجيري مع منتخب مصر هو مدرب نمطي بيشتغل بنمط واحد مع الفرق الكبيره والفرق الصغيره عشان كده احنا خرجنا وكنا ما خرجناش في 16 نخرج في 8 وضع ده كان الوضع الطبيعي فانت عايز مدير فني متطور شويه دماغ بيفكر شويه فهم دي الاسماء المتاحه بالنسبه لي انا شخصيا اللي اشتغلت منتخبات وانجزت معاها واللي اشتغلت في الانديه وحققت انجازات في بعض الانديه واشتغلت في انديه كبيره يعني هبقى اشتغل في الزمالك واشتغل في المصري حقق نتائج ايجابيه مع مصر المقاصه خد لاعب بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري حسام حسن اشتغل منتخب الاردن اكتر قعد سنتين تقريبا مع منتخب الاردن اشتغل مع المصري اشتغل مع الزمالك برضو انت بتتكلم في كابتن حسام البدري اشتغل مع النادي الاهلي واشتغل منتخب اولمبي واشتغل نفس الموضوع فالاربع الاسماء اللي قدامك دول انت بقى هتبتدي تقارن من يصلح في الوقت في التوقيت الحالي من هؤلاء الاربع اسماء وانت بتختار ممكن تختار 10 وبعدين تخليهم تقلصهم تخليهم 3 من الثلاثه بتختار واحد هو ده بالنسبه لك الافضل بالنسبه لك الشخصيه كمان الشخصيه بتفرق الاجماع انت بتختار واحد ممكن يجمع عليه الجمهور يا كابتن في مدير فني ما يجمعش عليه الجمهور ودي بتبقى نقطه من النقاط المهمه جدا كمان مش بس هل دي نقطه مهمه طبعا جدا انا النهارده لما يكون عندي في جمهور او فصيل من الجمهور مش يعني مش مقتنع بمدير فني انت كده هتعمل ازمه كبيره جدا تمام لانك الازمه هتبقى موجوده داخل الملعب اثناء الجيم اثناء المباراه لو اي اخفاق صغير الجمهور ده مش هيستنى عليك مش هيرحمك بالعكس هيهتف ضدك لان انت عندك ازمه جماهيريه شويه فدي برضو نقطه من النقاط المهمه جدا لاختيار او من المعايير اللي بتختار بيها مدير فني ما ينفعش النهارده انا بجيب واحد يا كابتن عنده مشكله مع جمهور الاهلي او عنده مشكله مع جمهور الزمالك او عنده مشكله مع فصيل من الجمهور المصري دي هتبقى هتصعب المهمه عليه شخصيا برضو بتختار مدير فني علاقته جيده بالمنظومه الاعلاميه اللي انت بتشتغل فيها علاقته جيده بيعرف يتحدث في الاعلام بشكل كويس جدا
تمام، ما عندوش مبررات ولكن بيعرف يتحدث، بيعرف يواجه، بيعرف يدي نتائج، بيعرف يتكلم. دي برضو نقطة مهمة جدا. أنا بكلمك على حاجات برضو ما خارج كرة القدم، في النقاط اللي هي بعيدة عن الفنيات شوية، لأن إحنا خلاص فنيات إحنا هنبتدي نقارن ونحط السيفيهات ونشوف والله هل في التوقيت ده كابتن حسام حسن يصلح، هل في التوقيت ده يعني كابتن ربيع هل هيصلح، هل مثلا كابتن حسام حسن كابتن حسام البدر اللي هيصلح، أيا كان الأسامي اللي موجودة. ولكن في معايير بره الفنيات لابد إنك تاخد بالك منها وتراعيها وأنت بتختار، عشان خاطر يبقى المدير الفني عنده قبول لدى كل الجمهور يا كابتن. ودي نقطة مهمة جدا 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 من الاختيارات. ممكن الاختيار في بعض الأوقات على حسب مين اللي بيختار، يعني مين اللي بيقيم. ممكن الناس راحت لكابتن حسن شحاتة في بعض الأوقات، قال لك كابتن حسن شحاتة هو ده الراجل خد 3 بطولات مع منتخب مصر. ولكن برضو لما تيجي تبص هو مدرب قدير، ولكن برضو البعد عن التدريب، العيب زي المدرب من وجهة نظر يا كابتن، العيب زي المدرب، البعد الكتير عن التدريبات اعتقد بيفقدك كتير من امكانياتك لوجهه نظري الشخصيه. طب نروح بقى للكابتن شريف عبد المنعم ويقول لنا رايه في من هو المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفتره القادمه او الانسب من وجهه نظر النجم الكابتن شريف عبد المنعم. والله بلال لخص المطلوبات اللي هي بتبقى موجوده او بتتوافر في مدير فني في اي مكان، حال مش في مصر بس او في الوضع الراهن اللي احنا فيه. محتاجين ايه بالظبط؟ احنا محتاجين مدرب يبقى عنده زي ما قال شخصيه، ويملك ان هو يقدر حاطط خطه طريق بالنسبه للمنتخب بتاعنا الفتره الجايه. يعني لازم المدرب اللي جاي ده يبقى عامل زي كابتن جوهري كده لما جه، حياته كلها في الكوره، مواصفاته كلها قبل كده وبعد كده ومن خلال التواجد اللي احنا موجودين عنه، اذا كان اعلاميا او شعبيا او كل شيء، الناس شايفينه وعارفينه وعارفين اسلوبه شكله ايه وشخصيته شكلها ايه. فالحاجات دي كلها بتحصل تقييمات بالنسبه للناس اللي موجودين وكلهم كويسين. يعني انا ما حدش شاف جاب سيري شوقي غريب. شوقي غريب ده لو ما كانش كان ليه تجربه قبل كده، وكنا ممكن نقول ايه ده وجه اشتغل مع حسن شحاته وحقق 2006 2008 2010 وعنده من الخبرات وكادر من الكوادر اللي هي بتتحضر، انما كان حصلت له تجربه لم يوفق فيها مع تيم كان كويس، مش تيم مثلا لسه هنبتدي نلم في تيم جديد وهنبتدي نحط عناصر. دي مسؤوليه كبيره قوي على المدير الفني اللي جاي. فهو انا شايف ان حسام بدري وحسام حسن عندهم شخصيه قويه جدا ان هم يبقوا مديرين فنيين على الخط او مديرين فنيين يخططوا لفريق كويس، وكل واحد عنده فكر. الفكر اللي محتاجاه البلد دلوقتي ده هيروح لناس تانية اقرب مننا ليهم، اقرب من شكلا وموضوعا. وبيجي ايهاب جلال اللي انا اتكلمت عنه، قلت وليه ايهاب جلال انتوا ما بتحطوش مع الناس دي؟ ده راجل فكره متطور وعلى طول متطور زي ما قال بلال. بلال قال لك لازم يبقى راجل متطور وعنده فكره عن ايه اللي بيحصل في العالم وشكل الطرق وشكل اللعيبه وشكل التنظيم وشكل الاعدادات وكلام. الراجل ده على طول بيشتغل على نفسه كويس قوي. في ناس كتير قوي في كابتن حسن شحاته طبعا زي ما اتفضلنا قلنا ممكن يكون رئيس اتحاد كره القدم حاليا، اتمتع بخبراته كلها مثلا، يكون ليه في اتحاد الكره كلمه كبيره جدا، انما انا ما اهلكوش في تنظيم في وقت رفع مستوى بتاع غير مستشار فني مثلا. يعني يبقى مستشار فني بالنسبه لي برجع له كابتن حسن شحاته قيمه وقامه كبيره جدا، ولاعيبه كتير قوي قيمه وقامه كبيره جدا. انما بنحتار دايما مين اللي هياخد المسؤوليه الصعبه اللي هي موجوده دلوقتي. المسؤوليه الصعبه دي عايز شخصيه قويه جدا، عين على لعيبه مصر كلها اذا كان خارجيا او داخليا، تطوير الشكل اللي احنا شفناه اللي الناس رفضته كلها، الناس كلها رفضت الشكل اللي احنا كنا فيه ده كله، لان الاختيار دايما اذا كان بقى في مدرب او في لعيبه او في اجهزه مساعده او في كل حاجه يبقى على مستوى يعني خبره حضاري شويه، ان احنا مصر دلوقتي عايزين نطلع في كل شيء. فانا عشان اقول حسام بدري او اقول حسام حسن او اقول ايهاب جلال او ربيع ياسين او الناس دي كلها هتبقى عمليه الحقيقه اللي انا اتكلمت عنهم دول، يملكوا الشخصيات، يملكوا الشكل، يملكوا ممكن حق التطوير، انما لازم تبقى زي ما انت قلت الارضيه بتاعتهم من اللاعبين تساعدهم صح. ويكون عندهم من الجراه انه يعملوا بايديهم كده لناس معينه ويطوروا من طريقه اللعب اللي هي زي ما انت قلت الاعب الجزائر زي ما انا عايز، الاعب نيجيريا زي ما انا عايز، هم اللي يبقوا عاملين حسابي وهم بيتفرجوا عليا بيقول لك لا دي فرقه ذو انياب صح. فمن هو المدير الفني المعجزه اللي هيخلي فرقه مصر تلعب الكوره الشامله اللي احنا بنتمناها؟ هو واحد بس في العالم، جوارديولا. عندي نقطه ثانيه اللي يوازي جوارديولا خدت بالك
بيب جوارديولا اللي وادي جوارديولا في الاداء اقرب واحد عندنا كان الراجل اللي هو المدرب بتاع اللي بيلعب عند دجلة بيحاول يقلد بيب جوارديولا وكان في حاجات كده، انما اللعبه لعبه يعني لعيبه، اللعبه لعبه صحيح. اشخاص الماتيريال لعبه لعبه الامكانيات اللعبه لعبه اثنين فراوده وجناح سريع واطراف قويه جدا ونص ملعب كابتن نزل 4 4 2 برضه عشان لا ونص ملعب ونص ملعب قوي جدا بلعيبه من 100 مليون واحد تختارهم يطلعوا لك مع صحيح. عندك الايه بقى؟ عندك الارضيه صحيح. عندك محمد صلاح كويس وعندك اطراف جامده جدا في مصر بتملك الكذا دي، عندك نص ملعب بلاش بقى طريقه اربعه الراجل اللي هو الديفندر بتاعك ده اللي احنا بياخدنا لورا ويزقنا بيسحبنا كده، انا عايز ناس تسحبني لقدام اروح اشوف مره خط ال 18 اللي يريح لي الديفندر بتاعي. هرجع لك يا فتح مش هسيبك يعني، فانا عايز الطريقه اللي هي تخلي اي فرقه انت وانت بتلعبها عامله حسابك، انما انا مش هعلق واحد قدام هروح احمد بلال احطه لوحده التوازن الدفاعي الهجومي ده ما اسمحهاش، انا عايز مدرب جريء يلعب ما تقول لي كره هجوميه. طب اديني اسمين كابتن بجد الاربع اسامي بس عايز بس اقول نقطه كده قبل ما كابتن شريف يكمل كلامه، هي برضو خد بالك الاختيار بيبقى بناء عن المرحله اللي انت بتشتغل فيها، انت عايز تبني ولا عايز تاخد بطوله. لو عايز تبني ليها برضو مدربين مختلفين عن المدرب اللي جاي عشان ياخد بطوله. طب رأي حضرتك احنا عايزين نبني ولا عايزين نعمل ايه في المرحله اللي جايه؟ احنا عايزين نكون عارفين احنا عايزين نعمل ايه. انا بصراحه ما عشان نعمل ايه صح ولا غلط يا كابتن، طول عمرنا بنبني احنا ما بنيناش عمرنا لا يا كابتن لا احنا بنينا منتخب 2006 2008 2010 واخدنا بيهم بطولات. طيب دلوقتي يا كابتن احنا كان عندنا او عندنا منتخب اولمبي عنده بطوله في شهر 11 بطوله الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، كابتن شوقي غريب ان شاء الله ربنا يوفقه فيها، دي اول مرحله موجوده. اتفضل مين احسن مدرب السنه اللي فاتت موجود في مصر؟ احسن مدرب اللي بياخد بطوله الدوري نصرتي طبعا من وجهه نظري هو افضل مدرب مسك النادي الاهلي في ظروف صعبه. ما في ثلاثه اشتغلوا عشان ما نتفرحش تمام كلام طبعا قاله كابتن شريف كابتن بلال. هناك دول كلهم مدربين الاربعه مدربين انديه، مدرب نادي بيتعامل مع 30 لاعب، فعشان نرد على الطريقه بتاعت كابتن شريف 30 لاعب يعني هو مجبر يلعب بالطريقه اللي تتناسب مع ال 30 دي فمش هيقدر. اما لما يكون مدرب منتخب عنده 18 نادي عنده 540 لاعب يبقى هيختار من 540 لاعب الطريقه اللي هي في دماغه، مين هينفذ له فكره، مين هينفذ له اداء. ده بالنسبه لمدرب المنتخب يعني مش مجبر ب 30 بس، ده انا عندي 540 غير الدرجه الثانيه، فاذا ال 540 لاعب دولت يبقى عنده مساحه واسعه هقدر افكر بفكر بقى انا جاي عايز العب بطريقه كذا كذا، مين هينفذها لي في كل اللعيبه دي من جميع الانديه اللي انا اقدر اختار بيها. ما تنساش ان في لعيبه اجانب في مصر هنا بتنفذ فكر المدربين الفنيين اللي موجودين في الفرق شايفينهم طبعا هو عارفهم انت يعني، لكن عندك النقاز وعندي عبد الله بكري مصري مثلا يعني عندي عبد الله جمعه وعندي علي معلول يعني كل واحد برضو عندنا يعني بس ما نجرش ليه لاثنين ديفندر زي طارق حامد والنني، لكن ما اقدرش اجر للحته دي واقول انا لازم اشوف اللي يقدر يحقق لي. هنقدر نحطها في نقط بعد دلوقتي، هم قالوا اربعه وانا موافق على الاربعه دي بضم صوتي، لكن مين اللي هيختار؟ دي مهمة جدا. مين اللي هيختار؟ هل هنختار بالمزاج ولا هنختار بالكلام ولا هنختار بالتربطات ولا هنختار بالتحليل العلمي اللي احنا قلناه دلوقتي؟ الله أعلم. عشان كده أنا ما أقدرش أقول فلان وده يقول فلان وده يقول فلان. مين اللي هيختار؟ مين اللي طب قلنا اربعه مين هيختار؟ ما هم دول في مصر. كابتن فتحي ما حدش كلمك كابتن فتحي اخذ رايك او بيحاول ان هو يشرك حضرتك في الاختيار الخاص باختيار المدير الفني او ايه العوامل اللي ممكن نبنيها وعلى اساسه نختار المدير الفني؟ لا لانهم بيبعدوا عن العلم. لا كابتن السؤال الاهم من كده مين اللي بيختار الناس اللي هتختار؟ ما انا بقول يعني مين اللي بيختار
الناس اللي كابتن الجزء الاول احنا قلنا ان الدوله حطت ايديها خلاص على ملف الكوره وعايزه سياده الرئيس وكل المسؤولين عايزين ينظموا الكوره بشكل افضل وان هم عايزين هنكمل نقطه ثانيه هنكمل حطت ايديها مش على الكوره نقطه ثانيه اتفضل يا كابتن هل هنا دلوقتي جبت المدرب خلاص اخترناه نشيل المشكله فين اللعيبه اللي هو هيشتغل بيها هتقول لي عندنا جيل يا كابتن عندنا جيل مثلا هتقول لي من خلال دوري لا مش هتكلم على الدوري فين الدوري اللي هو هيختار منه اللعيبه خمسه مصريين بس بيلعبوا في الدوري النظام لائحه اللي معموله ما هي كلها متشبكه خلينا واقعيين انت دلوقتي عملت لائحه بتقول ان اربعه اجانب وواحد يعامل على انه هو مصري اللي هو لان إيه يعني انا بس بسال سؤال هو ده ضحك علينا ولا ضحك على الناس طب ما يقول خمسه اجانب وخلاص لا ايه واحد يعامل ان هو مصري يعني يعني جاب واحد يعني هو ده من اللعيبه الاجانب يعني خمسه اجانب اللي هو شمال يعني افريقي يا استاذ تمام يا كابتن اللي هو تونسي يعني يا كابتن يعني عندي خمسه اجانب يعني ايه بيعامل معامله المصري اقول لك ليه يعني اجنبي ويبقى مصري لا انت بتقول يا كابتن هو انا عندي خمسه اجانب اربعه منهم من اي مكان واحد فيهم من ليبيا وتونس والمغرب هم خمسه اجانب لا ليبيا تونس والمغرب او سوريا او فلسطين يعني ده ايوه بس ده يا كابتن بس عشان ممكن يلعب معاك في المنتخب يا كابتن انت حضرتك بتضحك علينا مش انت اللي بتضحك ما اقصدش يعني هم الناس يعني انا بس سؤال يعني هم بيضحكوا علينا يعني ايه واحد يعامل معامله المصري مش هو اجنبي في الاخر ولا هو مصري طيب دلوقتي يا كابتن بلال انا عايز بس اقول لك يا كابتن فتحي ان الدوري المصري مش مقياس والدليل على كلامي مع كامل احترامي لحضرتك ان برضه الدوري الانجليزي اللعيبه كلها اللي موجوده فيه محترفه الدوري الاسباني معظم اللعيبه محترفه لكن كابتن حضرتك بتتكلم على عايزين نتكلم على التخطيط ان احنا ازاي نبني ونستفيد من العناصر اللي موجوده في اوروبا واللي موجوده في المنتخبات الاولمبيه ومنتخب الشباب احنا نبني جيل زي ما كابتن حسن شحاته عمل من خلال منتخب شباب ومن خلال ان هو اخذ بعض العناصر اللي موجوده خبرات زي كابتن حضرتك يا كابتن وائل جمعه الكابتن احمد حسن ضاف ليهم حسني عبد الرب واحمد فتحي وعمرو زكي واحمد حسام ميدو ورحمة سمير فرج وكان النجوم كلها كابتن اللي كانت موجوده في منتخبات الشباب بنى بيه منتخب قدر يفوز ب 2006 2008 2010 بس نعمل بقى كابتن فتحي ايه علشان خاطر المرحله اللي جايه بالعلم نتفوق ونرجع لمكانه الطبيعي سواء في افريقيا اتفضل يا كابتن انا هاخد المدرب هياخد من يعني هاخد من الدوري وانت دلوقتي من المحترفين يا كابتن أنا محترفين الموجودين عندنا يعني تريزيجيه راح استون فيلا عندنا محمد صلاح بس في عندك تاني عندنا احمد المحمدي موجود استون فيلا عندنا احمد حجازي لا 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 في المستقبل بقى خلاص يعني محمدي 10 10 بس ما عندكش غير التلاته وحجازي في عندك حد تاني النني موجود في ارسنال لكن انا عارف ان في تحفظات على مستوى لكن خلي التلاته دولت اللي هم اللي هيكونوا موجودين هرجع تاني لما هتفكرني بكلام بمكسب كابتن حسن شحاته هقول لك النادي الاهلي 2006 2008 حلو. 2010 بيروح كاس العالم وبياخد بطوله افريقيا في 2008 خدناها في 2006 2010 النادي الاهلي بياخدها في شهر ايه؟ في ديسمبر خلينا نفكر شويه بعلم مش كلام بالفلوس ياخدها في شهر ايه؟ ياخدها في شهر ديسمبر وبعدين البطوله الافريقيه بتقام امتى؟ في شهر يناير يعني بعد البطولة بقد ايه؟ باسبوعين، إذا أنت بتاخد اللعيبة وهم في القمة، تاخد كم واحد من النادي الأهلي؟ 8 ولا 9، تضيف عليهم مين؟ اللي أنت تفضلت قلت دلوقتي لا أنا هفترض معاك حاجة، احنا عندنا دلوقتي فريق اللي هو بتاع 23 سنة ده اللي هو المنتخب الأولمبي ده بروميسنج قوي بصراحة، المنتخب الأولمبي اللي هو ماسكه شاور في عناصر مهمة في عناصر مهمة قوي خلينا نبتدي النافذة نفتحها من هذا التوقيت وناخد بعض العناصر اللي بيعدوا ربيع ياسين 2001 2001 ده الاثنين دول ده عائم كويسه جدا للشكل اللي انا بتكلم عليه اللي احنا بنبني بس ما يدكش اللي احنا بنبني فيه ما يدكش في خلال سنه ونص ما يدكش كاس العالم اللي جاي يا كابتن ما يقدرش يعني رمضان صبحي ما يدنيش طيب لو رمضان صبحي ومصطفى محمد و طيب لو ضفنا ليهم محمد صلاح وحجازي وناس ده كابتن شريف يعني لو ضفنا ليهم لو منتخب اولمبي يعني ده بعد اولمبياد طوكيو اضفنا ليهم محمد صلاح وحجازي وتريزيجيه والشناوي الناس اللي موجوده دي ممكن ننافس بيهم في كاس العالم هلاقي متوسط الاعمار بتاعتهم كلها تحت 25 سنه 24 سنه طب كويس لا لازم يكونوا اتقل شويه لسه ما نضجوش اكتر هلاقي هيبقى فرق حلو بس هي عايزه وقت ما احتكوش فين الاحتكاك اللي احتكوه جامد الثلاث ماتشات احنا بره التصفيات لان هنخش على النهائي على طول لا احنا مش بره التصفيات ده احنا داخلين على التصفيات احنا عندنا امم يا كابتن فتحي انا لو سالت انت داخلها تمام انت داخلها بدون تصفيات عشان بطوله على ارض مصر على ارض مصر السبع فرق اللي جايين ما جوش سبعه على طول ده جايين من 53 دوله
يعني صفوها في مجموعات لعبوا بعض وتقولوا لك سبعه هيوصل لك هنا، انت هتخش وما لعبتش ولا ماتش، ما لعبتش تصفيات، اذا ما عندهمش خبرات دول برضو، دي نقطه يا كابتن. ما الخبرات بتيجي من خلال الاحتكاك يعني. ما ايوه ما هو انا دلوقتي اذا هيكونوا لعبوا هيلعب ثلاث ماتشات في مجموعته ثم يلعب ماتش، هم اربع ماتشات كلهم، الخامس يوصلوا اولمبياد، الرابع يوصلوا اولمبياد كما كبسوه غريبه. اه بس اربع ماتشات، هل الاربع ماتشات كافيين لبناء لاعب واعداد لاعب يلعب على مستوى؟ لا انا بتكلم على مرحله جايه. انتوا لعيبه الكوره راحوا سافروا، راحوا لعبوا في اسبانيا وعملوا معسكرات وعمل يعني، خد من الفرصه المباريات الكبيره ان هو ياهل الاولاد دول. كابتن يعني انا لو سالتك دلوقتي وقلت لك اعمل لي فريق لمنتخب مصر، مش هتقدر تعمل لي 11 لعيب على الاقل؟ في فرق بين ان هتلم 11 لعيب مثلا يعني، وفرق ان انت عايز تبني، عاوزين نبني فرقه تكمل، يبقى انا عندي قوامها على الاقل 18 لاعب. انا عندي قوام، عندي قوام 18 لاعب. لو عندي قوام 18 لاعب اقدر اقول لك اه انك انت هتلاقي بشرط ما انت قلت يا كابتن فتحي 8 من النادي الاهلي واربعه من نادي الزمالك وبقيه الفرق من وبقيه لا لا ده 2006 2008 مش لا دلوقتي لا دلوقتي ايه ده انا عندي محمد هاني خمسه. بص هاخدهم لك من ورا، هنتكلم على اللعيبه انا هاخدهم لك من ورا، عندي الشناوي ومحمد هاني وهتجيب حجازي انت قلت مش كده، وهو اهلي برضه يعني، و ثلاث اربع لعيبه في الحته دي بقى اللي هي ممكن تبقى مؤهله عندك، وان شاء الله متولي يروح من ايمن ومتولي وربيعه رامي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. بص انا هديك خمسه في حته واحده، انت قلت النادي الاهلي هو اللي بيعد من اغسطس يا كابتن يناير. يا كابتن عندنا عايزين مدرب يا كابتن فتحي، عايزين مدرب عنده الجرأه. البطوله بتاعت النادي الاهلي بياخدها في ديسمبر، مش هستنى لما بطولة افريقيا بياخدها في يناير، هو بيفرج على افريقيا كده. فتغير، ما احنا عايز اقول لك اللي عايز يشتغل وينجح يبتدي من حيث انتهى النادي الاهلي. بص انا هقول لك على حاجه، احنا عندنا يا كابتن بس عايزين مدرب جريء، مدرب بيحب الكوره اللي هي بتهجم زي الفرق الثانيه، بيحب الفرق اللي هي عندها نص ملعب اربعه ثلاثه ثلاث فراوده. مين يا كابتن انت؟ لما يبقاش محمد صلاح عندي ولعبه، ادينا يا كابتن شريف اسمين، ادينا اسمين يا كابتن شريف اسمين، بلاش اسم واحد ترشح يا ده يا ده. بس يا كابتن بلال قال نقطه مهمه جدا جدا، ان يعني انا كل لازم يوم يكون في اتفاق من الجمهور على المدرب علشان خاطر الفتره دي مش مستحمله. كان فاتح احنا في مرحله دلوقتي، ده رأي الشخص، احنا في مرحله دلوقتي لان كانوا جابوا الاسم ده من زمان يعني وكانوا قالوه على مين هيختار يا كابتن؟ ما كانش ايه مين اللي هيختار؟ والله يا كابتن فتحي احد الناس اللي هي كانت ماسكه قبل كده، يعني انا هقول لك كابتن هاني ابو ريدة مسؤول عن اعتقد الاختيارات. ازاي يا كابتن شريف؟ مع سياده الوزير، مع سياده الوزير اشرف صبحي كويس، مع الخبرات اللي هو اذا كان هيستحدثوا اي حد يقولوا في مستشارين فنيين او في موجودين كويس، فالناس دي عندها كوادر معروفة. عندها كوادر لا عندها مصر. كوادر قدامهم واشتغلت وعندهم من الخبرات، يعني انا بقول لك من الناس اللي انت لما تيجي تتكلم معاهم هيفضلوا ما زالوا في الحته دي يملكوا ان هم يقول لك ايه انا اشتغلت مع ده يقدر يدي، ده سلوكه كذا، ده حضر، ده يقدر شريف. يحضر ويقدر يبني، ما يقدر يبني مع لعيبه معايا عنده من الشخصيه. لما بلال قلنا وحضرتك قلت كلنا شريف سؤال بس، حضرتك قلت كابتن هاني ابو ريده صح؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ هو حضرتك راجل، هو كان رئيس اتحاد كره القدم السابق ودلوقتي هو حضرتك بتقول هيختار، انا بس عايز اعرف انا لو مش هتتكلم كده الناس كلها فاهمه كده، والناس كلها انا عايز افهم والله العظيم. لا لا انت عارف وانا فاهم وانت والله العظيم ما فاهم حاجه. طب الناس مش فاهمه في النقطه دي، انا دلوقتي في الحلقه. طب الناس مش فاهمه، مش هنبني الحلقه على النقطه دي. النقطه دي كلنا عارفينها لان الراجل يملك الحقيقه من الشخصيه الحقيقه وكل حاجه، واحنا بنحبه وكل حاجه ماشيه، والظروف اللي حصلت دي ممكن يستثني بعض الناس، انما هو هيفضل هو لمرحله معينه ليه ايد في القصه وليه ترجمه. مين اللي بيختار جاب فتحي بيقول؟ ما انت عارف مين اللي بيختار، واحنا عارفين مين اللي، انما هيبقى في مجموعه معينه بتنتقي حسب التعليمات اللي من فوق، ان احنا ما تبقاش بقى ايه، لا تبقى فرقه، مش فرقه يجي اجنبي ولا مصري يا بلال. ما فيش اجنبي خلاص، استنى بس استنى، احنا قلناها هنا لا قلناها في قناه الاهلي. لا ما انا هقول لك على حاجه، انت ممكن بعد اللي احنا بنقوله ده كله، ما فيش اجنبي، قلنا عربي مصري. لا انت ممكن بعد كده، طب يا كابتن ما نجيب واحد عربي ونعتبره، لا قلنا مصري، قلنا من تونس او الجزائر ونعتبره مصري زي الخمسه. ما احنا ممكن، لا احنا ممكن نطلع من كل ده وفي الاخر يجي اجنبي. لا 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 ليه؟ انا بجد بقول لك كده. لا صدقني يا كابتن، شوف لو واحد من تونس صدقني او المغرب او الجزائر ونعتبره مصري من ضمن الخمسه. النهارده طلع تصريح كابتن، يا كابتن كل الناس دلوقتي بتعمل لوبي لنفسها، يقول لك فلان وفلان وفلان،
فلان اخر حاجه النهارده وصلت لي انا كابتن حاسم شحاته مستشار فني كابتن ايهاب جلال مدير فني كابتن حسام غالي مدير كوره وشؤون لاعبين واداري. كويس. طب ما هو ده اللي نزل في الجرايد. ده كابتن نزل في الجرايد. في الجرايد يا كابتن ما نزلش نزل على مواقع التواصل الاجتماعي. لا نزل على الويب سايت بتاع الكوره. ايوه اليوم السابع كابتن الخبر الخبر بيتقال فيه الاقرب دايما يا كابتن في الصحافه ما حدش يكتب معلومه يكتب على حسب المعلومات اللي موجوده او على حسب الاتصالات اللي حصلت دول الاقرب لخلافه كذا بعض وبعض لو ايوه من اختيار مين ايوه من لا مين اللي اختار او مين ايوه مين اللي اختار دول حاجات انا حاجه ثانيه يقعدوا مع بعض في حاجه ثانيه يا كابتن شريف عايز اقولها لك عليها هل ده كابتن بيكون يعني بعض الاسامي اللي بتتقال هل بيشوفوا تعامل الجمهور ازاي معاها لا انا عايز اقول لك على حاجه هو مش معنى ان هو يعني بالونه اختبار يعني كده بيقولوا كده لا استنى مش معنى ان هو ما خدش حسام بدري او حسام حسن مثلا او ربيع ياسين يجي يقول لك ربيع ياسين في المرحله بتاعه 2001 دي انا محتاجه شوقي غريب في المرحله اللي هي بتاعه الاولمبياد دي انا محتاجه الدرجه الاولى بقى انا محتاج حد يغير لي الشكل اللي انا كنت فيه المرحله اللي فاتت دي حد عنده كوره غير اللي شفناها حد عنده طريقه مين اللي بيلعب في مين بيلعب في الساحه ب 3 4 3 مين بيلعب في الساحه 4 4 2 ايهاب جلال مين اللي يقدر يعمل عنده شخصيه قويه ما فيش حسام بدر وحسام حسن طب نقارن بينهم نعمل في شيء القرار بقى بيطلع انت وحضرتك مين اللي يقارن مين اللي يقارن بس السؤال بقى ما هو السؤال يا كابتن بص انا عايز بص يا كابتن انا بقول لك بيفكروا ازاي انا بقول لك بيفكروا ازاي طب هم بييجوا وانا ببقى قاعد عامل كده مين اللي بيفكر مين انا بتفرج طب مين اللي بيختار اللجنه اللي بتختار انا بس يا عم انا بتفرج والله انا عايز اعرف انا برضه كابتن هو برضه السؤال يا عمر هو السؤال صعوبه مش انا انت النهارده عايز انت بتشتغل على مدرب لمنتخب مصر حلو من 2010 ناخد مثال بسيط كده غانا كانت بتبني فريق 2008 2010 تبني فرقه والله من 2004 كانت بتبني فرقه مع من 2004 وصلت 2010 بتلعبك متوسط الاعمار كانت 24 25 سنه حلو وصلت معاك للنهائي بعد كده خدت وصلت للسيمي فاينل كاس عالم تمام بعد كده غانا تمام وبعد كده وصلت في افريقيا ان هي بتوصل للفاينل وكان عندها فرقه كل يعني تقريبا 3 4 سنوات 3 4 مواسم كاس عالم هي اللي بتصعد ماشي فهي بتبني هل انت في الفترة الحالية دي بتبني منتخب وبتعد فرقة عشان تشتغل عليها لمدة خمس ست سبع سنين قدام لا. ولا انت عايز فرقة تخش تاخد بطولة او انت المنتخب اللي عندك جاهز انه ياخد بطولة احنا لازم هو دي بداية الفكر انا هل النهاردة عندي انا فرقة محتاجة بس واحد هيد كوتش يشتغل معاهم عشان ياخدوا بطوله لا ولا لا عندي فرقه يا كابتن انت ما عندكش فرقه انا ما عنديش فرقه طيب ممكن اسال سؤال هل منتخب واحد يبني يا كابتن فتحي هل ان احنا لما اخذنا قرار الغاء منتخب المحليين ده اثر علينا بالسلب ايه انت عم خدت قرار ولغيته في شهرين لا انت إيه؟ لا بكره التصفيات هتبدا ماشي اساسا ماشي ما هو كابتن هاني رمزي كان موجود بعد كده كابتن هاني رمزي مشي راح مسك الاتحاد السكندري وحصلت انت خسرت يا كابتن نعم ما انت خسرت ماشي انا بتكلم ان هو ما فيش منتخب محليين تاني طيب ما فيش منتخب محليين تاني انت خسرت ليه؟ ما انت انا بس عملت فرقه انا ما اعرفش لميت برضه شويه يا جماعه دي كانت ضمن المجاملات ما انت دخلت فتحي طالما في مجاملات وصداقات وتربيطات ما تستناش نتيجه كابتن فتحي يعني يعني كابتن بلال منتخب المحليين ايضا ان احنا بنتجنبه وان احنا ما يبقاش عندنا عناصر ثانيه واختيارات ثانيه ويبقى السكوب واسع ده من الاسباب اللي احنا وصلنا له مع منتخب مصر يا عمر اذا كنت انت ما عندكش منتخب اول هيبقى عندك منتخب محليين كابتن شريف ما تتكلم لسه شريف اصلا الراجل بيتكلم قول لنا الراجل بيتكلم كلام مظبوط انا بقول انت جاي منين انت في اليمين دلوقتي انت ما عندكش انت بتدور على تبني منتخب اول انت بتدور على منتخب محليين انت انا هديك كلمه بسيطه ايوه يمكن كابتن قالها بس يعني قالها بس قالها كده في عجاله يعني لا لا كابتن قالها بس في عجاله يعني قال لك الدوري المصري انت عندك 14 فرقه في الدوري المصري بينافسوا على الهبوط اربع على انهم ينجوا من 14 فرقه ده حقيقه فانت بتتكلم في اصلا في دوري يعني يعني قيمته مش كبيره مش مخرج لك لعيبه تالنتد ما عندهمش موهبه ما عندهمش فكر عارف انت محتاج انك تبني فرق عشان تعمل دوري قوي عشان تقدر تختار تقول انا عندي والله كاتيجوري ايه ده او الكلاس ايه ده من اللعيبه هتختار المنتخب الاول وكلاس بي وسي هتشتغل منتخب تاني انت 14 فرقه بيشتغلوا ان هم لحد ثلاث ماتشات من الدوري العام وانت بتقول العاشر ولا ال 12 ده ممكن ينزل لو ده كسب ماتش او ده خسر ماتش فانت بتتكلم في كارثه كارثه في الدوري العام هات لي اربعه اب فرونت يعني اربعه روس حربه هدافين بروميسنج بلاير
لعيبه متميزه. من منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي؟ لا ولا ولا من كل من كل ولا من لا من كل من كل من دوري اولمبي اولمبي واول مش شباب اولمبي واول من دوري مصر. لا كابتن شريف قال حضرتك حضرتك قلت اسامي دلوقتي يا كابتن شريف. انا يعني المنتخب الاولمبي يعني يعني طلعت لغايه نص الملعب وجيت عند صلاح وتريزيجيه. لا انا بنتكلم في الاولمبي وبنتكلم في الشباب. لا انا بتكلم في سيره حد تاني مصطفى محمد البروميسنج اللي احنا قلنا صلاح محسن واحد من اللعيبه البروميسنج. كابتن بلال بتكلم على صلاح محسن واحد من اللعيبه البروميسنج. الفريق الاول ما بيلعبش على نفسه. لا انا بتكلم بكابتن علي. كابتن بلال بيقول لي دلوقتي او حضرتك تقول هات اربع اسامي من اللعيبه روس الحربه اللي هم ليهم مستقبل هم هدفين مش ليهم هيلعبوا لي في المنتخب دلوقتي اللي انا ببنيه. ايوه طيب كابتن بلال لسه. ايوه كابتن عندنا والله كابتن بس دي لعيبه ما بتشتغلش على نفسها. يعني مين؟ صلاح محسن ده انا من الناس مثلا اللي معتبره انه ممكن لعب عندنا في فيرو ده 10 10. لعب عندنا في النادي الاهلي كم ماتش؟ طيب ما سجل كم هدف؟ لا في ظروف كابتن بلال مش احنا لعبنا كابتن بلال معينه ده ممكن بعد كده تلاقيه. يعني انا عايز اعمل منتخب دلوقتي مروان محسن الاصابات الاصابات اللي اخذها مروان محسن دلوقتي حالا صعب. احنا ممكن يا كابتن نبني نبدا بالتصفيات التصفيات مروان محسن للامم الافريقيه اللي جايه لكاس العالم اللي جاي. ما احنا عندنا دلوقتي بطوله او تصفيات امم افريقيا الى حد ما كابتن القرعه مش صعبه. القرعه سهله تستغلها ان انت على الاقل تدخل المنتخب الاولمبي وبعض العناصر من المنتخب الاول. هي القرعه دي هيطلع منها فرقه واحده؟ اه يا كابتن. طب كويس. احنا كابتن اقوى منتخب يا كابتن. معلش المنتخب هل المنتخب الاولمبي بيلعب فرقه لعيبته بتلعب كلها في الدوري الممتاز؟ معظمها يا كابتن بتلعب في معظمها بتلعب يا كابتن. ما بيلعبش في الدوري الممتاز مثلا في السنه 10 15. ماشي ممكن خطوه كويسه ان احنا نجبر الانديه على تأييد 5 لعيبه مع الفريق الاول مثلا. انا كابتن فتحي بنتكلم على الحاجات اللي كويس. عندنا هيلعب من ضمن الخمسه لان انت عندك 5 اجانب. طب بص هقول لك حاجه اسهلك الموضوع يا كابتن فتحي. انتوا بتصعبوها. اسهلك الموضوع. انا بسال يا كابتن عمر. اسهلك الموضوع. البطوله الافريقيه كويس. ايوه وضحت لنا من هو اللاعب الدولي ومن هو اللاعب المحلي. بات الامر لا نهينا بقى الراجل اللي جاي ده محترف ولا مش محترف. انما لما اتحط تحت الاختبار بان ان هو لا ينفع دولي ولا ينفع اي حاجه. بس كان لازم يتعرف من زمان يلعب محلي. فدي خلينا نبتدي المدرب اللي هيجي الجديد او الناس اللي هي هيبقى لها صناعه القرارات دلوقتي في المنتخب الجديد اللي هو هيتبني لمصر لازم يشوفوا ان البطوله دي خلت الدنيا كلها تتكلم على حاجات معينه ان في لعيبه لازم نعملها كده شويه ونبتدي نحط اشياء اخرى وتطور علمي تاني زي ما انت كنت بتقول بالطالب ان العلم يغش كل شيء. لازم يبقى في تطور علمي في اللعيبه كلها والناس اللي الحاله البدنيه بتاعتهم يبقى شكلها عامل ازاي. انت هيجي لك ناس عندها حاله بدنيه اوريدي بتلعب في بطولات اوروبيه زي صلاح مثلا وتريزيجيه وحجازي زي ما قلنا ومحمدي مثلا الحاله دي والباقي كله عندك محلي انك خلاص ما عندكش ما يفرغك من بره ما عندكش خلاص. البطوله الافريقيه ادتك ان القماشه اللي عندك لازم تبقى محليه. يبقى المدرب اللي جاي لازم يكون عنده صله وثيقه جدا بهذا الدوري وعلى خبره جامده جدا في هذا الدوري ومن اقوى الفرق اللي هو مسكها ومن اقوى النتائج اللي هو حققها. يبقى هو ده المدرب صاحب الشخصيه وصاحب العين الثاقبه اللي تقدر تختار لك لعيب يقودك في هذه المرحله. وممكن يتغير كمان سنه، ممكن يتغير كمان 6 اشهر، ممكن يتغير كمان سنتين، ممكن ما يتغيرش وينجح. انما انت مش هتلاقي يعني السحريه محمود الجوهري اللي هو هيجي ويخطط ل 2022 ويقول لك انا هلعب يوم كذا ماتش ويوم كذا وهستغل الوقت الدولي والمساحه فديت امتى وهعمل امتى والغي الدوري لو عايز الغيه وعشان مصلحتي اروح كاس عالم واعمل كل حاجه. ده مش هتلاقيه دلوقتي وليد الساعه وليد اللحظه الا لما تشوف بعينك واحنا بنكتب الماتشات اللي جايه بنعمل ايه في التصفيات بتاعه 2021 والتصفيات بتاعه كاس العالم. فاحنا مش هنبتكر احنا واحد دلوقتي غير هو وحظه اللي هيجي لو عنده العين الثاقبه اللي هي بالنسبه للمحليين اللي هيصنع منها الاربعه كمان الدوليين اللي معاه. ما عندناش غير كده. وانا مش بقول الكلام ده بدعي ان انا قاري ولا شايف لا ده انا مشاهد. انا مشاهد زي زيكم زي الناس كلها. لما قلنا عم اجيري ده يلعب بستاره 3 وقدامهم عبد الله السعيد في النص عشان تريزيجيه وصلاح يلعبوا كره ما حدش سمع. فخلاص فرحنا خارجين من دور ال 16 فالعالم. بس مش انا اللي كنت بقول كده بس ده مصر كلها كانت بتقول كده. يعني مصر كلها بقت بتفهم. بنشكرك يا عمر على الاستضافه الجميله دي.
ده شريف بجد والله من احلى الحلقات اللي انا عليها موجود في ملعب الاهلي. قضيه كانت مهمه جدا. كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي نجم منتخب مصر بشكرك شكرا جزيلا. ودايما يا كابتن يعني ببسط لما حضرتك تكون موجود معايا. انا اللي سعيد وسعيد بيك ورغم انت كنت النهارده تعبان شويه. لا انت كنت تعبان يعني صحيا لكن الحمد لله زي الفل وصيام مقبول كمان يعني حاجه تفرح الشباب زي الورد ده اللي بيصوم يعني نموذج مشرف لكل شباب مصر. كابتن شريف بشكرك واستمتعت بيك. عايز اسر وانا كنت بلعب معاه وهو كان قائد منتخب الناشئين هو وبابي الالماني انا عمره ما اداني توجيه بعمله كل اللي بنفسه بيحلم بيه بنزل له امسك مدافع واعمل له هو احنا عايزين مدرب بيشوف لعيب بيوصله ان هو ما يكلموش كلمه بيساعد في نفسه يقول لك بعمل له كل اللي نفسي فيه. ها الوقت ما تكلمش من العلم انت شريف. كابتن بلال بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. كان نفسي تيجي بدري شويه عشان تبقى موجود معنا لكن مرفوع ان شاء الله في حلقات منك اخد منك القلق. طيب ده حبيبي وصلنا مع حضراتكم لنهايه يعني حلقه اليوم من ملعب الاهلي. كانت حلقه سخنه جدا اتكلمنا فيها عن كل الصغيره والكبيره خاصه بالكره المصريه. بكره ان شاء الله مع الاتحاد المصري لكره القدم والقرارات اللي احنا ناقشناها وقلناها لحضراتكم هل فعلا هيتم تنفيذها تطبيقها ولا لا. كمان موضوع المدير الفني للمنتخب الوطني هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه. نشوفكم دايما على خير في حلقات لين حلقات ملعب الاهلي. شكرا وسلامات.